الجمعة 22 أيلول 2017، تحية صباحية لكم مشاهدينا، على أمل تكونوا كتار تابعونا اليوم ومثل كل يوم بعالم الصباح. لقائنا اليوم لغاية الساعة 12:30 بتوقيت بيروت، رح نحكي عن كتير مواضيع، إنما كمان رح نتطرق إلى موضوع الاغتراب والمغتربين مع ضيوفنا. قديش المغتربين المنتشرين حول العالم من اللبنانيين عم بهمهم دايما التواصل مع وطنهم الأم، قديش عم بيكون في شبكة تواصل بين هالمغتربين، وكيف فينا اكيد انه نستفيد نحن منهم وهن يستفيدوا ويرجعوا دائما لحتى يكون في استثمارات بوطنهم الام. هذا اجمالا المواضيع اللي رح نحكي فيها. اكيد رح نحكي عن امور ثانيه مع فقراتنا اللي رح ينضموا لنا بعد شوي وتباعا، انما بالبدايه بدي صبح بالخير شيف حسين يلي رح بيكون موجود على فقرات ورشه ملح. صباح الخير شيف. صباحو غدا، كيفك اليوم؟ انا منيح، كيفك؟ سمك؟ انت سمك اليوم محضرين المغربيه. اليوم عندنا مغربية من منتجات تونس فود، محضرة صيادية المغربية، السمكة هي أول مرة. أنا بالنسبة لإلي هي أول مرة. عندنا السمكة جاهزة وعندي المغربية جاهزة. عندنا وصفة ثانية الجبنة المقلية، رح نحضرها كمان هيك مكعبات، نعملها مكعبات نقليها بطريقة كتير سهلة وكمان طعمتها كتير طيبة. وعندنا سلطة الحلوم المشوي. أنا هيك غادة بدي أقول لك كل المشاهدين ولكل ستات البيوت ما ينسوا الورقة والقلم لحتى نعطيهم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. طبعا رح نرجع لعندك بعد شوي كمان من مواضيعنا اليوم بعالم الصباح. بعد شوي رح نستقبل استاذ جمال الديك نحكي اكثر عن الليبوكسين، كمان رح بينضموا لنا كارلا ومايا حتى نحكي عن امور متعدده. واللي حابب دائما يتواصل مع عالم الصباح بدي ارجع اذكر بشكل كثير سريع كل وسائل التواصل هي تحت تصرفكم. رح ناخذ ننتقل الى اول محطه بعالم الصباح مثل العاده اللي هي مع كارمن والابراج من تبع سوا. اليوم الجمعة 22 أيلول سبتمبر، اليوم القمر مرافقنا أيضا من برج هوائي برج الميزان. اليوم هو آخر نهار بتكون في شمس موجودة برج العذراء، والشمس بتنتقل من برج العذراء لبرج الميزان الليلة بتمام الساعة 11 المساء بتوقيت بيروت. يعني بكرة الأجواء مختلفة كليا وبصير في عنا نوعية مختلفة بالوقت. على كل خلونا نركز على هذا النهار ونشوف اليوم كيف بده يكون. البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، الأجواء نوعا ما بتخليك تفكر كيف بدك تتعامل مع الظروف بطريقة لبقى وجيدة من دون ما تخربط استقرارك أو تغير الأمور اللي عندك إياها. النهار بيتحديك شوي، ضروري يكون في تفاعل لبق وهادي مع الناس من حولك لحتى يمرق هيدا النهار على سلام، خاصة أنت مقبل على فترة 30 يوم فيها شوية تقلبات إضافية. تبقى المواليد اللي بعتبرها أكثر حظا من غيرها نسبيا اليوم 12 13 16 و 17 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور فيني أقول لك أنه هيدا انهار نوعا ما ببلش شوي يخربط بعض الأمور عندك. الشمس بعدها موجودة ببرج صديق لك، ففينا نقول أنه اليوم المسائل اللي عم تشتغل عليها بعد في مين يساعدك فيها وما رح تتعذب فيها كتير. ضروري اليوم تخلص أشغالك المهمة الصعبة. الجو منه صعب لكن في شغل، في شغل حتى ولو كنت أنت اليوم بإجازة، في بعض المسائل بتتعبك، مسائل عائلية، متطلبات عائلية وشخصية، اشتغل عليها اليوم تقدر بالنتيجة تكون مرتاح، وجرب ما تأجلها إذا أمكن. الأكثر حظا 7 8 9 16 17 و 18 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء بعتبر هيدا انهار هو يعني بيعطي مجال لمصالحة، بيعطي مجال لتوافق، للقاء، لتلاقي. هيدا انهار بيزيح المشكل، بيمنع المشكل انه يصير، بالعكس تماما حتى هيدا النهار فينا نقول في حب ومصالحات ولقاءات وارتباطات ايجابيه، استفيد منه بقدر المستطاع، والاكثر حظا هي 16 ل 18 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. بالنسبه لبرج السرطان هيدا النهار
بيخليك نوعا ما تفكر لبعيد بمستقبلك البعيد، لبعيد يعني لبعد 20-30 سنة، بخليك تفكر أيضا ببعض القصص والحكايات اللي منا على ذوقك، اللي منك راضي عنها ببيتك، بعقر دارك، مع أهلك، مع عائلتك، بمنزلك بحد ذاته. مش بالضرورة تكون الأمور سلبية نتيجتها، لكن يلي عم بيصير اليوم نوعية الوقت بخليك تشتغل على هالأمور، تركز عليها. يمكن يكون في تصليحات منزلية مثلا، يمكن في جلسة مع أحد أفراد العائلة. بتضل المواليد الأكثر حظا 17-19 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد بعتبر هيدا نهار بيصلح الأمور، بيردها لمجراها الطبيعي. هيدا نهار بتختزل خلاله مسائل أخذت وقت معك، واليوم بتحس أنه أنت سرعة الخاطر اللي عندك إياها عم بتلبيك وعم بتساعدك، بالعكس تماما، حتى عم بتخليك تبين بطريقة لافتة للنظر. نهار مهم جدا للمشاركة، فما تختفي، ما تختفي عن الأنظار وعن السمع. الأكثر حظا بعد 15-16 و17 آب أغسطس. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء الجو بعده لجانبك، الحظ بعده لجانبك، الأمور بعدها كأنها عم تستشيرك، وبعد عندك القدرة لحتى تيسر الأمور وتلعب هالأوراق الرابحة اللي عندك إياها. نهار ممتاز لحتى ترسي على بر، يعني تتركز. حان الوقت لحتى مولود برج العذراء يكون عارف حاله وينه وين رايح، وتكون خطوط الأقلام العريضة واضحة بالنسبة لك للمرحلة القريبة المقبلة. كن حذر مولود 3-4-5 أيلول سبتمبر، تبهم من السرعة كليا. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بعتبر هيدا نهار مهم، هيدا نهار هو الحد الفاصل، هو العتبة بين مكان ومكان آخر، هو مرحلة كأنك أنت عم تاخذ الخطوة إلى الأمام. القمر ببرجك بيعطيك القدرة لحتى أنت تقرر وحتى تختم أمور، تنهي أمور، تنهي علاقات، مسائل، أوراق، اتصالات وملفات، وتنتقل إلى مرحلة جديدة بكرة مش اليوم. اليوم في أمور واضحة جدا، لكن يبدو وكأنه في تريث، والضوء بعد ما صار أخضر لمسألة معينة. الأكثر حظا 18-20 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب بكرة القمر بيوصل لعندك لبرجك. اليوم هو نهار في علامة استفهام أنت تثيرها، مش غيرك، في يمكن حدا غيرك كمان عنده علامة استفهام حول أدائك، لكن أنت كمان يبدو وكأنه مولود برج العقرب اليوم بفضل أنه يتمهل، يتريث ويفكر، وهذا شيء كتير مهم، لأنه اليوم التسرع بضر بمصلحتك. الجو اليوم منه مناسب لحتى تاخد قرارات كبيرة مصيرية وبتقلب مسار مهني أو حتى أكاديمي. تريث لبكرة. بتضل المواليد الأكثر توترا نسبيا هي مواليد شهر أكتوبر تشرين الأول. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس اليوم نهار نشيط، نهار بيخليك تتكيف أكثر مع الجو اللي أنت موجود فيه. يمكن لقيت حالك من يومين ثلاثة بجو ما حبيته، ما طقته، ما فهمته، ما فهموك، ما تفاعلوا معك. اليوم بالعكس، اليوم الجو مختلف، اليوم تنبسط، بتندمج مع الأجواء، مش بس هيك بتلفت النظر وفي ناس بتتكل عليك وانت قادر انك تلبيها وتوصلهم للنجاح وما تخيب الأمل. نهار جيد جدا، ما تتركوا يمرق على الفاضي. 27-28 نوفمبر الأكثر حظا. بكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي كمل بمسيرة مبارح، كمل بالخط العريض كنت عم تشتغل فيه مبارح، كمل أيضا بمسألة بهمك أمره. إذا حاسس حالك أنه في اجتماع مهم وأنت منك جاهز، يمكن المستحسن أنك تفكر تأجل لبعد يوم أو يومين. اليوم نهار بحطك تحت الأضواء، وبالتالي مطلوب منك تكون جاهز. إذا منك جاهز ما لازم أبدا تجرس حالك، بده يكون عندك بلان بي. اليوم تبقى مواليد 25-26 و27 ديسمبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج الدلو.
بالنسبة لبرج الدلو بعتبر هيدا انهار بيساعدك لحتى انت تبين وتتميز ويكون في فرق بينك وبين الاخرين من ناحية ادائك. انت بتعتبر انه حاطت مجهود كتير كبير ويمكن تعبت بشهر الماضي شهر اب اغسطس وحان الوقت لحتى تلاقي نتيجة وتلاقي تقدير وتكريم. هلأ مش بالضرورة اليوم تحصل عليهم، لكن يبدو وكأنه اليوم بيطيب لك خاطرك وبيساعدك وبيعطيك مجال لحتى الامور عندك تمشي بطريقة جيدة. كمل وتابع وما تستسلم، خاصة 14 ل16 شباط فبراير انت الاكثر حظا. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت قربت تخلص بالنسبة لإلك، الجو اليوم بيطلب منك انك تضلك نوعا ما ماشي على الاصول من دون ما تطلع برات الخط، مطلوب منك تمشي مثل ما لازم. يبدو وكأنه ابتداء من بكرة الأجواء بتصير ألطف بكتير وتتغير الظروف كليا، يعني بتكون مغيمة مثلا، غيوم داكنة مثلا اليوم مثلا، وبكرة بتكون يا أما في انفراج كلي يا أما بتكون الغيوم صارت بيضة مع انفراجات. أجواء حلوة مقبلة فما تنزعها اليوم، بشكل خاص إذا كنت من مواليد 1 ل 3 أذار مارس كون حذر. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة مهمة، هيدي السنة في احتمال انك توظف طاقاتك لحتى توصل الى مرحلة اكبر، احتمال انك توظف اموالك لحتى يمكن تنزل بمشاريع. هيدي السنة ضروري تشتغل فيها من بعد تفكير ودراسة مسبقة، وضروري تكون الامور مدروسة 100%. بعض مواليد اليوم احتمال انه يحصلوا على تكريم وتقدير كتير كبير. اكتوبر جانيوري ماي هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكرة ابراج جديدة، باي باي. شكرا لكارمن. مع بداية عالم الصباح اذا اطمنا على حظنا وكل الابراج لليوم، رح ناخد اول بريك، خليكم معنا نرجع منتابع. إذن متابعة فقراتنا لليوم هي مع جمال الديك والليبوكسين.25 ans de recherche sur la santé m'ont permis de développer pour vous l'hypoxine. Avec l'hypoxine, je vous garantis, test clinique à l'appui, que vous allez perdre du poids. Grâce à deux actifs 100% naturels et brevetés, vous allez perdre entre 4 et 6 kilos. Avec l'hypoxine, roulez plus de 500 calories par jour sans aucune contre-indication. Hommes et femmes, avec l'hypoxine, perdez vos kilos en trop. هيدي دائما بتكون بداية اللقاء. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. لحتى نحكي أكثر عن اللي دائما عم نشوفه والليبوكسين وقديش يعني عم بيكون في عنده فعالية عند الأشخاص يلي عن جد بدهم ينزلوا من وزنهم بطريقة فعالة. هيدا البرودوي مثل ما بتعرفي برودوي فرنساوي كثير عنده فعالية كثير 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 عالية، مدروس جدا، أكيد نتيجة أبحاث كتير طويلة، يعني أكثر من 25 سنة خبرة تقدرنا عملنا هيك برودوي بدون أي أعراض جانبية. يعني اليوم كل الناس بتعرف لما الواحد بده يروح لحتى ينزل وزنه مع القصص المتداولة بالأسواق أو القصص اللي بنسمع عنها، دايما بيخافوا العالم أن يكون في دقات قلب سريعة، يكون في عدم انتظام بالنوم، رشفة، تعصيب، سويدات تحت العين. هاي المشاكل اللي بتترافق دايما مع القصص والناس اللي بتتداولها دايما. اليوم بوجود الليبوكسين لا، يعني كليا الموضوع مختلف وعنده طابع ونتائج كتير 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 عالية. يعني اليوم نحن عم نحكي ببرودوي طبيعي 100%. هيدي اهم نقطه يطلعوا منها انه ما عم ياخذوا شيء، بعدين ممكن ما عم ياخذوا شيء يكون في له اي سايد افكتس او اي مشاكل صحيه او ممكن نتعرض لها ان كان هلا او لبعدين، لانه دائما بيكون في مشاكل ما بيحسها الواحد، لا بتاخذ وقت بتكتشفها بعدين. هذا البرودوي هو جلافينويد زيت عرقسوس، الالكارنيتين بدوز كثير عالي يعني بيوصل لل 1000 ملي جرام، عندك 22 نوع امينو اسيد تنقدر نحافظ على الكتلة العضلية ونقدر نخلي الجسم يحرق أكثر، لأنه مع التقدم بالعمر ما بتعود الميتابوليسم مثل قبل طبعا. مع 20% من الجرين تي
يعني كمان برودوي مخصص لحتى يشيل الدهن وهيدا الأهم. أنا بس تقدر شيل الدهن يعني معناتها الوزن عم ينزل بشكل صحيح. أما معظم الأشياء التانية اللي بكون عم نخسر مي ونرجع نستردهم بوقت كتير قريب عدا عن المشاكل يلي بتترافق معه. يوم كل هيدي المشاكل منا موجودة ضمن تركيبة الليبوكسين، كتير مدروس، كتير معروف إلنا 5 أشهر بالأسواق اللبنانية ريبيتيشنز كتير عالي يعني كتير عملية التكرار كتير مهم. 5 سنين بالأسواق الفرنسية بالأسواق الأوروبية البرودوي عنده نتائج الحمد لله، شخصيات عالمية بتتداولوا، صار معروف كتير. طيب نحن مع هلا رح نشوف كيف بدهم ياخذوا باي دوز يعني حسب العمر، لانه عم بتقول كمان مع العمر واحد ببطل بيقدر بيحرق جيد طبعاً. فهل بيزيد الدوز تبعيته بياخذ اكثر أبداً من غير؟ ابدا ابدا كيف الدوز. كيف بتختلف الامور؟ الدوز معروف بدنا ناخذ 4 حبات يفضل قبل الرياضه، ان كان يعني شخص عمره 20 او ان كان عمره 50 او كان عمره نفس الشيء ما في شيء بيختلف ابدا. أوكي. 4 حبات قبل الرياضه اذا عندنا رياضه، يعني ما عم نطلب رياضه مستحيله، نحن عم نطلب كارديو ممكن نعملها 3 مرات بالاسبوع على المشي، كلنا بنتحرك كلياتنا بنمشي كلياتنا بنطلع بننزل، 4 حبات عم ناخذهم قبل اذا كنا عم نعمل رياضه لانه عم تطلع سرعه الحرق كتير كبيره، عم نقدر نعمل 500 كالوري يوميا اذا عم نقدر ناخذ هذا شو اسمه. النهار اللي ما عندنا في بروجي رياضه فينا ناخذهم على الريق الصبح، يعني الاشخاص اللي ما بيتحركوا نهائيا في عنا دراسات هذا البرودوي عنده 3 تست كلينيك كتير مدروس منه هذا. فاذا ما عنا رياضه ما عم نعمل رياضه عم نعمل 130 كالوري يوميا بخلال هال20 يوم عم نعمل بين 1.5 ل2 كيلو دهن. هذا اللي ما بيتحرك اللي مش كتير حتى عم ينتبه يمكن على اكله، عم بياكل بشكل طبيعي يعني صحيح. انه مثل ما بناكل اكيد اليوم اللي بده يعمل دايت وينزل وزنه بده ينتبه على اكله كمان، ما في يعمل الشيء ويعمل عكسه ابدا. بده يكون كتير عم يدرس خطواته، مش انا عم باخذ لانه في ناس بتقول لك ما انا هلا باخذ 4 حبات بحرقهم كلهم باكل شو ما كان كل النهار. هلا اذا واحد مجرب او عنده اي مشكله صحيه وقال له الحكيم مثلا ما تشرب مي بارده ما تطلع برا وخذ هذا الدواء، هل بيصح؟ ما اكيد ما رح يصح، يعني كون عم يعمل الشيء وعكسه. لذلك الالتزام اكيد شغله كثير مهمه. هيدا البرودوي صدقا يعني عم ناخذ شغله كثير ناجحه كثير مدروسه، عم بقول لك 3 تست كلينيك يعني كل هالدراسات اللي انعملت عم بتاكد انه النتيجه، غير انه الاشخاص اللي عم يستعملوا الليبوكسين يعني اليوم بالسوشيال ميديا كل الناس بتحكي كل الناس صار كل شيء على المكشوف. صح. الاشخاص يلي عم يستعملوا الليبوكسين الريبيتيشنز تبعهم قديش عالي، قديش الناس عم تستفيد، قديش الناس عم ترجع تاني. عم بيحكوا عن الموضوع وكيف بسرعه عم بياخذوا افاده من دغري النتيجه عم بتكون فعلا يعني النتائج كثير مدروسه وكثير قريبه للواقع وكثير ما يعني ما في انه هالردات الفعل السلبيه يلي الناس دائما بتخاف انه تتعاطى بهيك شيء بنتائج عكسية، لا عنا نتائج إيجابية كتير كبيرة، كل الناس عم بتشوف هيدا الشيء ومتداول. موضوع الرياضة كتير مهم لأنه كمان التوجه يعني مثل ما عم نشوف هو للرياضيين بالتحديد. أكيد يعني لما نقول رياضيين بمعنى أنه أكثر من 3 مرات بالأسبوع يلي كنا عم نحكي عنه، عم نحكي عن أشخاص بيعملوا رياضة 2-3 ساعات كل يوم يوميا. إذا بدنا نحكي ما عم نطلب هالرياضة هالقد إنه 2-3 ساعات هدول الرياضيين هن فئة معينة بيحبوا صح. إنه يعني يكون في ماس عضل أكثر، هيدا كتير بيساعد وكتير بيبني العضل لأنه عنا 22 نوع أمينو أسيد. يعني الرياضيين لما يعرفوا 1000 ملي جرام الكارنيتين 100 ملي جرام من الجلافينويد 20 ملي جرام من هيدا مع 22 نوع أمينو أسيد، يعني هيدا بيرجع بيبني العضل بشكل أساسي وكتير بيعلي. ولما يكون عندنا كتلة عضلية صحيحة يعني الحرق عندنا عم بيكون أعلى. جيد. هيدا الشيء اسمه. هلأ الليبوكسين أكيد الرياضيين كتير بيهتموا فيه لأنه الشيب للجسم دايما. أنا بدي أقول شغلي إنه الأوبيزيتي والوزن الزايد هو باب ومدخل أساسي لكل الأمراض. لأمراض كتيرة صح. اليوم كانوا من زمان يقولوا كرش الواجهة، لا اليوم ما كرش الواجهة، اليوم صار كرش المشاكل. يعني طبعا. اليوم الوزن الزايد عم بيوصلنا لمشاكل كتير كبيرة إن كان ضغط قلب سكري. هول الأشخاص هن الأساسيين اللي لازم يفكروا بشكل جدي إنه يروحوا للرياضة، لأنه الرياضة هيدا الجسم عم نقدر نعمله مينتنس، عم نحافظ طبعا. عليه لأكبر قدر ممكن وهروبا من المشاكل.
الوزن الزايد مدخل اساسي لكل المشاكل. تنقدر نوصل لهون نحن بحاجه لفود سبلمنت كثير مدروس ما عنده اي مشاكل صحيه، مرخص باكثر من 70 دوله، موجود بكل الاسواق، وعم نساعده عم نقدر نعمل رياضه. هون عم نوصل للوزن يلي بدنا اياه او الوزن الصحي. نحن ما عم نقول كل الناس يكونوا بوزن طب. لا مثالي ما في شيء مثالي، يعني هذا بيرجع لكل شخص قديش هو مرتاح مع حاله، بيرجع لطول، بيرجع لوزن، بيرجع للسن، للعمر، يعني صح. كل شيء له مثل ما بيقولوا معدله ومعياره. فبالنتيجه مش انه اذا اخذنا بنضلنا ننزل لحتى نوصل الى شكل مرضي، يعني مش هذا اللي مش هذا المطلوب اكيد. بس انا اليوم مطلوب اني احافظ على جسمي قدر الامكان، مفروض ان يكون ما بعرض حالي لمشاكل صحيه لبعدين، مثل ما قلنا انه الاكل من طيبات الدنيا، بس كمان زيادته مشكل. ايه لا طبعا ما رح نوصل الى ذكرت حضرتك انه هيدا سوبليمون، يعني في اشياء كومبليمون بتتاخد. في ناس هن لحالهم بينزلوا على صيدليات، بينزلوا الى اخره وبيشتروا، هل يتضارب؟ يعني بيصير عندهم كثير بيوقفوا هوليك، بيسالوا طبيبهم، شو بيعملوا بهيك حالات؟ انا بقول لك شغله، الطبيب هو المرجع الاول والاخير بكل شيء. واليوم اي طبيب بيشوف هيدي الانجريدينت دغري فورا عم ينصح الناس انه يتوجهوا للايبوكسين. اوكي. اي شخص بيقرا هيدي هالانجريدينز اللي كثير غنيه واللي كثير مدروسه فيها كل شيء، انا اكيد انه كل طبيب بيوجه الناس حتى يستعملوا الايبوكسين. الناس ما تخلط، يعني ما تخلط، لانه رح بيصير في اوفر اذا بدك من امور عديده، او هيدا منهم هن بحاجه لها. اليوم في كثير قصص متداوله بالسوق للاسف، في كثير قصص غير صحيه موجودة بالأسواق. يعني كل العالم تعرف اليوم أنه السوبيترامين ممنوع بكل أنحاء العالم، بعض في دول بتمرق بالمكملات، بتحط سوبيترامين حتى يقدر يوصل أنه الدماغ يؤمر الجسم ما يطلب أكل، وهذا شيء أكيد له ردات فعل سلبية كتير كبيرة وله مشاكل كتير كبيرة. يعني هيدي الأدوية المتداولة للأسف صارت يعني مثل ما بقولوا مارشينوار، يعني بالسوق السوداء، ما بقى شيء مقبول أبدا، وهيدي إلها ردات فعل سلبية كتير كبيرة على الناس. في ناس بينبسطوا أنه أخذوا بطلنا ناكل، بس بدك تشوف الكونتر إفيه اللي عم تعمله. يعني مش إرادة، يعرف واحد أنه غريب كيف أنا هيك فجأة مبسوط ما عم باكل. لازم تاكل، لازم تنظم أكلك، بس لازم تاكل بكميات مقبولة وتنوع بأكلك، وما تروح لقصص ممكن توصلك لمشاكل لا سمح الله لبعدين، من تشميع كبد، من عدة مشاكل. وزارة الصحة العالمية منعت السوبيترامين للأسف، بعده موجود ببعض المحلات. كيف طيب بيتم تداول فيه؟ شو سوداء يعني بدون ما هذا؟ يعني مفروض انه نقرا فاذا على العلبه شو المكونات، نعرف شو المكونات، حتى ما بتنحط المكونات للاسف. يعني في كثير قصص بتتمشى. انا بدي ارجع بس على موضوع العمر، لانه اليوم يلي ذكرناه هلا عم نحكي عنه موضوع الرياضه والعضلات والى اخره، يعني ببلش عند الشبيبه من عمر صغير صح، وعم بيلاقي حالهم بدهم يعني اشياء تساعدهم الى اخره. وقت اللي عم نحكي عن اعمار صغيره، من اي عمر فينا نبلش؟ فينا نبلش من 18 سنه بالليبوكسين. بياخذوا فتره طويله قصيره؟ هون حسب كل شخص وحسب قديش وزنه. الماكسيموم اليوم بيقدر يمشي فيه على طول، كل ما هو عنده وزن زايد بيقدر ياخده من 4 أشهر لست اشهر، بيقدر يرجع يريح شوي يرجع يكمل. هذا البرودوي مثل ما قلنا ما في اي اعراض جانبيه نهائيا، يعني كلياتها قصص طبيعيه ومدروسه. واهم شيء انه مصنع بواحد من اهم المختبرات الفرنساويه. يعني اليوم بعالم السبور، بعالم البادي شيب وهالقصص كلياتها، معروف اريك فافر قديش بدل اهتمامه، ومعروف قديش النجاحات اللي عم تنعمل عالميا، كل الايفنتات يلي عم يشوفوها الناس. اخر سؤال، انا عم حط حالي يعني محل المشاهدين يلي هنا، هيدا انه انا اذا اخذت ولقيت حالي بظرف 20 يوم او شهر ما قدرت اني اخسر، شو بيكون؟ يعني هل انا نظام غذائي، جسمي، في عندي شيء بالميتابوليزم، بتوجه بعمل فحوصات الى اخره، هل ممكن واحد يمرق بهيك؟ ممكن كثير الشخص ما يكون عم يستعمله بالشكل الصحيح، هذا شيء وارد جدا. بس اذا اليوم نحن استعملنا هذا البرودوي حسب التعليمات يلي موجوده ضمن العلبه، يلي موجوده ضمن الليفلت اللي بقلبه، حكما بده يوصل للوزن، بده يوصل لخساره الوزن. ما في جسم مثل الثاني، كل ميتابوليزم بتفرق عن التاني. برجع بقول لك كل ما تقدمنا بالعمر كل ما الموضوع كان
مختلف عن كل ما صرنا بدنا نتوجه الى الامور الثانيه اللي هي لازم تكون ننتبه عليها، الاكل والسبور الحركه الى اخره. اليوم تنظيم الاكل هو عنصر اساسي، الرياضه برجع باكد انه كثير مهم انه نعمل الرياضه بس بالشكل، ما عم نطلب رياضه مستحيل. اليوم بعرف كل الناس صارت سوشيال ميديا وقاعده وما في وقت وعم نروح اكثر لحتى للكسل وللقعد، لا. اليوم كل ما نحن بنقدر نربح وقت ولو 20 دقيقه نتحرك ثلاث مرات بالجمعه نتحرك بشكل افضل. كلنا بنتحرك اليوم بوجود الكهرباء 24 ساعه الامور ماشيه تمام نتحرك اليوم نحن قاعدين على الكرسي. بس اليوم اذا بنقدر نعمل ولو كارديو ثلاث مرات بالاسبوع انا باكد لك انه حكما رح نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها. ونحن دائما بنطلب تيمونياج على الهواء اكيد، يلي اللي حاب انه يجرب. المره الماضيه كان جوزيف كان معنا جوزيف كان مستعد واكيد وكل الناس شافت كيف جوزيف عم بيتغير وزنه وكيف نزل وزنه. واليوم نحن بنقول اي شخص بحب يكون معنا على البلاتو نحن ناطرينه، اي ست تحدي نحن حاضرين انه نفرجي الناس كيف الليبوكسين رح يغير الجسم للافضل وللوزن المطلوب. نحن ناطرين، موجود بكل الصيدليات وموجود اكيد ايه عم نشوف دائما نحن الشركات الارقام كله عم بيكون موجود على الشاشه، الناس عم تقدر تعرف كيف يبقوا يعني يتواصلوا معكم ويعرفوا كل هالمعلومات. نحن نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. خليكم معنا مشاهدينا، رح ناخذ كمان مره بريك ونرجع نتابع. مع عودة الأولاد إلى المدارس دايما الأهل بيكون في عندهم هالهاجس يلي هو شو بدهم ياكلوا كل هالساعات يلي عم بيقضوها بالمدرسة. طبعا كارلا بمحطتنا التالي رح تعطينا أفكار أكثر مع خفيف نضيف لأفكار تكون خصوصا صحية لوجبات مدرسية. عم نركب لانش بوكس لتاليا وهاني خاصة انه تاليا مبلشة مدرسة مزبوط. اول سنة وعادة الامات كتير بيتعذبوا لانه بيكونوا ماشيين على القانون. انا بعرف قديشك انت ولادك كتير هلسة ويعني ما في صعوبة من عادة اكسبشن هلأ ايه معلش نحكي فيه الكوتيفور مثلا بس القصة انه عادة بيروحوا على المدرسة وبينتزعوا ليه؟ لانه او بيكون في اصحابه جايبين معهم اغراض او كمان بيكون في لسوء الحظ دكان المدرسة يلي هو طبعا الولاد صغار ما لازم يكون عندهم مجال يشتروا. بقى هيدي دايما نحن بنقول فيها انه بليز انتم كأهل اطلبوا من المدارس ما يفتحوا مجال للولاد يشتروا او اعملوا لهم شوي اشياء اوبشنز هيلثي أكتر أوبشن صحية صح. طب هلأ المبدأ هو أنه طبعا نحط فواكه أوكي. إذا فينا نحط خضرة إذا فينا وأنت محضرتي لي هون بيجننوا ونحط شيء يشبع أوكي. الولد لأن أوكي وبعدين في ولد ما رح يحبه هلأ ما عرفت أنت بتقلي لي شو بيحبه أوكي. وما بيحبه هلأ بنسألك طبعا كل ولد شكل كمان إيه لأنه وكل ولد شكل شيء بتحبه خيا يمكن ما يحبه بقى أنا رح نبلش بالعلب أوكي أوكي هو المثالية يعني يكون عندنا مصدر للخضرة يعني يا جزر يا أوكي. يا خيار أو الطماط كتير منيحة لأنه بيحطوا أنه فينا يمسكون بإيدهم ويكلون هلأ أنت اولادك ما بعرف انت ليش قطعتي لي هون هلا انا عملت لك تو تشويسز يعني هلا هي ابني بحبهم سيركلز وهي بتحبهم سكاستكس اوكي عرفتي كيف سو كمان قلت بركي بتحبي تفرجي انه كل وقت هلا هو انا اجملا كنت وهيك اسهل يمكن نحطه باللانش بوكس بالتوبر وير واذا لقى اذا بحبون مصرين هيك بنحطه بكيس ما في مشكله. سو رح نبلش اوكي بنعبي
لنعطي طبعا في هلأ كمية معينة مثلا هلأ مسموح فيها اجمالا بيقدروا ياكلوا قد ما بدهم بس انه بالنهاية لحتى كمان ما نصير عم نكب لانه حرام اذا الولاد رح ياكلوا بس وحدة ما رح ياكلوا اكتر ما منحط غير قد وحدة لحتى ما لانه وقت يرجعوا من المدرسة رح يروحوا كب هلأ منحط شوي زيادة زيادة انت بعرف طالع كريمة بتحب الضيف فحتى يعني لقيه هون هون اوكي هاي اول علبة قطعت نرجع ننتقل ما بعرف اذا بحط فواكه او لا اوكي انت برايك فينا هلا هي مثلا اذا انا هي فيها تاخذ معها هلا بحس حسب الفواكه يعني ما حتبعتي معها تفاح بسود هلا التفاح بسود اذا بدي اقطعه ما بعرف قديش هين انه تكدش تفاحه صعبه شوي صعبة. هلا اوكي هلا ما بعرف اذا معقول تحب العنب انا فكرت بالعنب لانه هلا ما وصل هلا مثلا خيا كثير بحب العنب خصوصا للبلا بزر بس هي منا كثير صحبه منا صحبه هلا حاسه حالي عم بعمل تست اشوف اذا نجحت ولا لا هلا انا رح احط العنب اوكي وبنرجع بنشوف هلا طبعا اذا كانوا مفقيين احسن انا عاده فقيلهم اياهم وبصراحه كمان هي لقلها كنت بالاول اصلها اياهم خاف انه ما تختنق من الحبه الكبيره يمكن عم تقولي كثير مزبوط لانه في اولاد هلا على 3 سنين مزبوط. ما رح يقدروا بالمدرسه واذا لحالهم ما حدا عم يراقبهم وكمان ما كترت يعني انجا اقل من 10 حبات هلا بعدين طبعا في عنا شو بدنا نشبع اوكي شو معقولي هلا اللبنه والجبنه هن من اكثر الاصناف اللي نبعتهم دائما في هي بتحب اللبنه برايك فيك تاخذي لبنه مش بتش اذا حتى هلا هي اللبنه بتش أي. أوكي. هلا في الحل مع الخيار مع الخيار او كمان حل ثاني والستكس وهيدول كمان اذا ما بدنا نعطي خبز أوكي. او اي شيء ساندويتش فينا ناخد مثل الباتون صالي او العيدان المالحة مع زعتر مع اللبنة كمان علبة صغيرة فينا نحطهم بقلب العلبة هلأ اذا ما بدنا هالقد نلبك حالنا خلص نعمل ساندويتش هلا انا ما حطيت لي خبز عربي لا ما كثير بحبوا خبز العربي ما بحبوا خبز العربي اوكي طيب هلا ليش حاطين البان قولي بعرف كثير الاولاد بحبوا الخبز بحياتي مش تقولي انه ما لازم ناخذ معنا ولادك بحبوا باولي لا ما كثير منيح لانه مرقت فتره بصراحه لنكون صريحين يعني مرقت فتره كان عمرهم شي سنتين حبوا الباولي حاف كمان بدون ما ينحط شي بقلبه بس هلا صرنا بناكل هيلثي فاندومي كثير منيح ممتاز ريحتيني نص الشغل راح هلا اذا رح تدش باللبنه اكيد فيها حط جبنه فينا نحط جبنه او زعتر او زعتر يلا اذا بدك نعمل زعتر هلا بنشوف ان اولادك بحبوا الزعتر كثير بحبوا اوكي هلا بنشوف بكل بالخبز هلا هذا صار اذا شو عم نوقع اوكي اوكي واصلا طبعا للاولاد اللي ما بحبوا الخبز الباندومي من اكيد خبز العربي العربي وفي اذا حطينا زعتر انا عاده بفصلهم اياها كمان تراينجل ايه بتكون اسهل طبعا يعني من بعد ما نطبقها اوكي فينا نقصها هلا صار في عنا خضره وصار في عنا فواكه ايه اكيد بس أهين ياكلوها وساعدة يا بياكلوا واحدة أو اثنين حسب الولد هو قديش قديش جوعه صار في عنا خضرة صار في عنا فواكه صار في عنا خبزة اللي بيشبع بيبقى مثل ما بيقولوا اللي بيحبوا الأولاد الأشياء اللي معقول يحبوها وهون أنا جبتون جوعتينا فهلا جبت تشيبس بس هلا طبعا هيدا تشيبس مشوي بالفرن هلا مش يعني مش بالضرورة نحط تشيبس بس بحال أصروا بدهم البيت أحسن يكون البيت. صح وإذا كان مشوي بالبيت إذا عملنا نحن بالبيت أحسن من ما أنه لأن في الأصناف اللي بتشتريها مشوية من السوبر ماركت بيكون كمان بعد فيها زيت كتير وملحة كتير أو منحط التحلية جبتهم بقطع لنقول أنه ما تكبروا يعني قطعة واحدة إن كان كيك أو كوكيز أو حتى مافنز رح بس فرجل أنا ما عم شوف الغرض اللي نحبه كتير منحبه كتير راح راح تخبى لا ما بعرف وين اختفى حلحكي عنه بس ما هي وينه لا رح تكن هيدا قطعة المافنز أوكي المافنز أنت لا بس محرزي هلا طبعا إذا عملنا هون أصغر كمان أحسن أوكي كل ما قدرنا نصغر كل ما أحسن أوكي هلا في الأكل اللي ما فينا من دونه اللي هو الكوتي فور
قديش بياكلوا؟ تاليا هي بتاكل ثلاثة بس هني بصراحة قد ما طيبين. ابني بيصير أربعة خمسة منوقف على الستة. على الستة أوكي. ايه. هلا يعني two servings. هلا إذا عم نحسب إنه ايه. عملنا ستة دفعة واحدة خلص هي مرة بالنهار. أوكي. هو مش أكيد إنه ايه. بيقدر الواحد يأكل أكتر بس عم بياخد من درب شيء تاني. أوكي. بقى خلينا نحط لهم ثلاثة. هلا منحطهم بيت كمان العلبة. أنا عم جمع لك ولا بالآخر نعبي العلبة. أوكي. هاي ثلاثة إذا تاليا بترضى بثلاثة. إيه تاليا. لأن هلا نحن عم نعمل علبة تاليا. علبة تاليا. إيه لا بترضى بثلاثة. ترضى بثلاثة وبيبقى بعدين إذا بيحبوا الأولاد اللي بيحبوا طبعا إذا حبوا مثلا فواكه مجففة جوز. سو هي كتير بتحب اللوز المجفف. أوكي. أوكي. بقى هيدي كمان فيها تكون مثلا محل العنب. أوكي. إذا بدنا نحطها بالعلبة. آخر شيء شو بعد شو نسيت؟ الشي نشربه. شي نشربه. هلا عندي بعد اخر شيء خيار بتحب بعرف انه بيحبوا. ما بعرف سيكريت بوكس. سيكريت بوكس غطيناها طبعا لما نعمل دعاية. انا شخصيا ككالا لا كبين لا لانه انا بدي الولاد يشربوا مي. ولو كان هلا انت بعرف بتحط فريش تبعتي مع عصير طازة. اوكي. انا على كل حال بقول لشو أوكي. لشو يشربوا اذا مصرين مش كل اليوم خلينا نعملها مره أوكي. وللاهل اللي بيحبوا يشتروا كانز بنقول لهم هلا في مدارس اصلا هي بعتقد بتمنع انه تبعتي جوز صح وبيكون احنا المدرسه ممنوع نبعت جوز وبيكون أحسن. بيكون احسن ما بيوسخوا حالهم وما بيشبعوا الى اخره واصلا شو ما كان هيدا سكر حتى لو سكر مكان. طبيعي أوكي. واللي بالعلب مش معصور طازة بعد في ما سكر لا ما احسب لو ما في سكر أوكي. معمول من مركز الفاكهة سو مركز الفاكهة مش يعني منو فاكهة منو فاكهة هلا بيبقى بالاخر بس هيدي لا تساعدك لا بعرف قصص ما اعرف اذا مزبوط كرواسون والمناقيش كمان بدل ساندويتش كل شيء زعتر اكزاكتلي ما ننساهم معلي هلا طبعا الكرواسون بيضل عندنا تحفظ على الكرواسون لانه زبده ولانه هلا انا هون جايبتهم طحين قمحه كامله انا لانه بعرف انه اولادك بياكلوا طحين قمحه كامله بس في اولاد ما بيحبوا كثير طبعا في عندك اصناف مخلوطه يعني بتخلطي طحين ابيض وطحين قمحه كامله نفس الشيء بالمناقيش الزعتر فينا نبعث مهضومين لانه بيقدروا ياكلوه الصغار لاتاليا هيك كارلا هيدا الكرواسون الكبير دخلك بيساوي قديش الصغار لانه امي بحبوا الصغار ايه. هلا اوقات بتكون كبيره عن فاضي يعني منفوخه بس ما فيها وزن ما فيها وزن فالوزن والصغيره بتكون اوقات ثقيله صغيره وثقيله اجمالا اذا عم نحكي كقد بقد هيدي بتحسب بيطلع لك منها اثنين صغار اثنين صغار تنحسب أوكي. كوزن أوكي. معتمد عليه اوكي اتفقنا بنعبي العلبه اتفقنا ثانك يو ليليان ساعدتينا منيح طبعا وجربنا نعطي افكار قد ما فينا للامهات وين هيدا اللانش بوكس تبع مين انت شو بدك نحط فيه شو بدنا نحط فيه اللانش بوكس شو بدك تحطي فيه حطينا الزعتر من بعد ما كنا مع كارا بخفيف نضيف نحن وياكم رح نروح بهالجولة على صالات السينما نشوف بخلال هالويك اند شو عم بيكون في افلام جديدة وطبعا بدي شجعكم اذا في افلام لبنانية دايما بما انه كمان عم بيكونوا افلام كتير حلوة انه نروح ونحضرها
I'm 81 years of age and have almost a billion citizens. I've been in office 62 years, making me the longest serving monarch in history. ضمن أفلام الأسبوع فيلم البيوغرافي فيكتوريا أند أبدول عن علاقة صداقة غريبة بتنشأ بين الملكة فيكتوريا وشاب هندي موظف بالقصر اسمه أبدول كريم، مع جودي دينش بدور الملكة فيكتوريا والممثل الهندي علي فزال. والفيلم الفرنسي بون بوم عن ميكانيكي تعب من حياته ومن صديقته اللي عم بتخونه، وبيروح بيسكن بإحدى القرى مطرح ما بيتعرف على مالكة أوتيل، ولكن عائلته عم بتلاحقه قبل خوض أي علاقة معه، مع كاترين دونوف وجيرار دو بارديو. Two other members of his mosque in custody, and like you, they have a long, dark plane ride in their future. Tell me the target. I'm just supposed to deliver a message. وفيلم الميستري Unlocked عن محقق CIA تنجرف وراء خطة ممكن تعرض لندن لخطر هجوم بيولوجي، مع نوبي رابس، توني كوليت، مايكل دوغلاس، جون مالكوفيتش وأورلاندو بلوم. There's no time for guessing. We are all in God's hands. من بعد هالجولة على صالات السينما فورا إلى الاستوديو فورا لعند شيف حسين. بلشت التحضيرات بما يختص اليوم بصيادية المغربية أول مرة، عن جد بدنا نتابع ونشوف شو تفاصيلها مع شيف حسين ورشيد ملح. صباح الخير غادة، صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم في عنا صيادية المغربية. صيادية المغربية وصفة كتير طيبة وبنفس الوقت وصفة سهلة. كيف نحن منحضر الصيادية؟ بدنا بصل، لكن أنا عم بتبع الخطوات هي ذاتها. تعول صيادية السمك، بلشت بتقلية البصل. لشو عم بقلي البصل؟ هون أنا مشاهدينا عم بقلي البصل لأخذ لون البصل. مش عم بقلي البصل إنه بس بدي خليه يدبل، لا، عم بقلي البصل بدي البصل يحترق. بعد ما يحترق البصل رح ضيف له المي واتركه يغلي مع المي لناخذ نحن اللون الحلو، لون البصل المحروق. نضيف لون البصل المحروق، نسقي فيه المغربيه طبعا مع البهارات اللي بدنا نحطها. لكن مشاهدينا هاي المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. بالطنجره في عندي بصل، عندي ورق غار، عندي حب هيل، وايضا في عندي عود قرفه، وايضا بدي ضيف بعد للطنجره عظام السمك. شو يعني العظام السمك؟ هو الحسك، تعول السمك مع الراس، وايضا فينا نحط الدنب كمان غير الراس. لكن انا بعد رح ضيف مي ورح ضيف عظام السمك للطنجره لحتى ناخذ نكهه المرقه كمان من البصل ومن راس السمكه، وايضا مشاهدينا من الحسك تعول السمك. هيدي اول خطوه. عندي هون قدامي سمكة، أنا جايب اليوم سمكة مسقار. هيدي سمكة المسقار، أو أنتم مشاهدينا فيكن تجيبوا حيلا نوع سمك، فيكن تجيبوا لق الزرملة، لق الصخرة، غزال، حسب ما بيتواجد عنا بالسوق منجيب سمك. حتى فيكن تجيبوا كمان سمكة صغيرة، ما عندي مشكلة، يعني فينا نقلي السمك، والسمك كمان بعد ما نقليه نحطه على وجه المغربية، ما عندي مشكلة. أنا اخترت سمكة المسقار، لكن هيدي سمكة المسقار رح حط عليها زيت زيتون، حطتها اليوم على البصل مثل العادة. أنا بحط بكعب الصينية بصل، أو بحط جزر، أو بحط كمان بطاطا لحتى ما تلزق عندي السمكة بكعب الصينية. لهالسبب بستعين بالبصل أو بشرائح الحامض أو بالبطاطا. هون حطينا زيت زيتون، رح حط رشة كمون، لكن منحط كمان رشة كمون بقلبها من الداخل ومن الخارج. منحط كمون طبعا، منجيب أيضا رشة قرفة، رح حطلها كمان مشاهدينا رشة قرفة كمان بقلبها، بدي حط رشة قرفة. وأيضا رح أستعين بالفلفل الأسود، كمان بحط فلفل أسود
على السمكة، وأيضا رح ضيف لها رشة ملح، والفرن ناطرنا لكن لحتى نفوت هالسمكة على الفرن. أوكي، لكن الفرن عندي على حرارة 180، ناطرنا الفرن لنفوت السمكة على الفرن على حرارة 180. بعد ما شيلها من الفرن رح حطها على وجه المغربية. عندي اليوم المغربية، عندي مغربية مهبلة. المغربية المهبلة اللي هي من منتجات تونس فود مثل ما عم نشوفها قدامنا على الشاشة. في عنا مشاهدينا نوعين من المغربية، في عندي مغربية يابسة وفي عندي المغربية المهبلة. المهبلة اللي هي موجودة بإيدي، بذوب أنا بالطنجرة مواد دهنية ودغري بقليها بالمواد الدهنية. طبعا ما منكتر هون نحن مواد دهنية، يعني منحط معلقتين لهالكيس أو لهالكيلو، فبحط مواد دهنية بالطنجرة وبقليها وبرجع بجيب المرقة لعم نحضرها قدامنا. هيدي المرقة بدي ضيفها فوق المغربية مع البهارات. بتاني فقرة بخبركن عن البهارات شو هن، وراح نحط البهارات أنا وياكن. أما هلأ بالعودة لإلك غادة. يعطيك ألف عافية شيف، رح نرجع لعندك تباعا من هلأ لغاية الساعة 12:30 لأنه لقائنا بعالم الصباح نحن والمشاهدين. إنما هلأ بريك ومنرجع من تابع. نرجع سوا حتى نتابع فقراتنا لليوم بعالم الصباح، وبما انه مايا انضمت لنا محطتنا التاليه مع بيت بيوت وكيف بدنا نحافظ على نوبات الغضب. نوبات عجبتني. يلا صباح الخير. قادرة تحافظي على نوبات غضب؟ حسب شو مفهومك هلا لنوبات الغضب؟ هلا غير النوبات، يعني التعصيب قادرة تحافظ عليه؟ يعني قادرة تسيطري حتى ما تعصبي؟ صعبة. صعبة كثير. صعبة كثير. صعبة هلا في مواقف ما فيك ما تعصبي يعني. كثير صعبة. تقولي مثلا على بكرة بدل ما آخذ سيارة رح آخذ تاكسي لحتى أنزل شوي رايقة، وحتى هي بقوم التاكسي بيعمل أكسيدون مثلا. أو بين بيعمل بتوينات بين السيارات. أو تعصبي زيادة. إيه نازل برالي أو شيء. فعرفتي واحد ما عارف كيف بده يسيطر على المواضيع. هلا نحن مش عم نحكي عن هول، عم نحكي حسيت عن شيء اكثر بكثير. لا رح نحكي عن التعصيب غادة، التعصيب الاعتيادي اللي احنا عايشينه بحياتنا اليوميه. أوكي. وعن نوبات التعصيب بمعنى انه بس كثير نعصب، يعني بس نصرخ ونعيط ونضرب ونكسر، لانه التعصيب هو درجات بالنهايه. يعني رح نحكي عن الانجر مانجمنت، لانه وقتها نحن بنعمل مانجمنت او بنتحكم بالغضب، هو وقليل، هو وغضب نوعا ما بعده مبلش مقبول المستوى تبعه، بصير ما بتوصل الى مستويات الغضب اللي عاليه، يلي هي اكيد بنقول لكل المشاهدين ابدا ما انها شغله سهله بنعرف يعني. بس كل واحد اليوم من خلال حلقتنا وموضوعنا يجرب ياخذ هيك الدوزاج اللي هو قادر ياخده. في اشياء يمكن في اشخاص بحسوا قادرين يعملوها، يعملوا شويه افور وينظموا حالهم تصير عندهم عادات حياتيه جديده. في اشياء اشخاص ثانيين ما قادرين يعملوها، كل واحد بيقدر ياخذ اللي هو قادر شوي يعمله وحسب شو هن مصادر الغضب واسباب الغضب بحياه كل انسان. هاي الفكره 100%. يعني في اوقات في اسباب للغضب بتكون اشياء، اشخاص او اشياء او ايفنتس، يعني احداث بنكون عايشين معها بشكل يومي، بنلاقي حالنا انه كثير صعب نحن نتحكم فيها لانه هيدا جزء كثير اساسي من حياتي، كيف بدي اتحكم فيها؟ بناخذ بار اكزامبل وقتها بيكون في خلافات زوجيه دائمه بشكل يومي بين الرجل والمراه، انه بيكونوا عايشين مع هيدي المشاكل، قد ما جربوا يتجنبوها بيشعروا انه وصلوا لحد انه خلص نحن عايشين معها، شو بدنا نعمل؟ في اشياء ثانيه بنبقى مش عايشين معها، مثل اشخاص بنروح بنزورهم او بيجوا بيزورونا او بنلتقي فيهم بيكونوا هن مصدر للغضب بحياتنا، بيزعجونا بس نحن مش دائما بنشوفهم. مثل اوقات كثير بتعرف المشاكل اللي بتصير بالعيال، مثلا حماتها للزوجه او حدا ثاني او اشياء من هالنوع، كمان بنكون قادرين نتفاداها نوعا ما. واللي قادرين نتحكم فيه مزبوط غادة هو عاداتنا الحياتيه اليوميه يلي هي اوقات بتكون غلط. بنعطي مثلا امثله، وقتها الاشخاص يلي بيبقى عندهم موعد
بينطروا لاخر تكة تيتركوا البيت قبل الموعد وبيكونوا حاسبين الوقت على القد، يعني اذا 11 ونص بدي اكون بهالمطرح فاذا انا فيني اترك 11 طريق بدها نص ساعة. وبما انه في سوربريزات كتير ومفاجآت على الطريق ببلش ستريس على ال 11 وربع 11 وثلث انه ما رح اوصل، بلشت عم بتطلع بالساعه الى اخره، وبتصير كل ما الانسان بيصير ستريسي كل ما بتصير حركته اسرع، يعني بصير يسوق بسرعه اكثر، بصير يمشي بسرعه اكثر، بصير تدب اغراضك بتزدانك بسرعه اكثر، بصير في تسارع بالحركه طبعا. والتسارع بالحركه بحد ذاته هو رح يكثر او رح يزيد من احتمال الاخطاء ومن احتمال الحوادث ومن احتمال الهفوات يلي اوقات بتكون كبيره. فشوف الامور كيف تبلش صغيره اوقات بسبب عدم أكيد. تنظيم معين وبنوصل انه هالانبله بتنفجر مثل ما بنقول. يعني التراكم كمان اهم شيء، التراكم بنفس الخبريه او بنفس الشغله انها تتكرر كذا مره. مزبوط، هذا اللي بتقولي واحد فقع 100% ما بقى فينا، انه بتعملي مانجمنت على غضبك باول مره وثانيه مره وثالث مره ورابع مره وخامس مره بالاخير انه في اشياء ما فيك، وخاصه اذا ما بيكون عندك حدا بحياتك عم بيساعدك بمعنى المساعده يعطيك المعنويات ويعطيك هالانرجي اللي هي ايجابيه. لانه اوقات بنكون محاطين بحياتنا باشخاص يمكن ما بيعطونا الانرجي الايجابيه انه روقي هي بتنحل، تعا تنحكي شو بدنا نعمل. بتشوفي اوقات انه ان كان اشخاص بعد ما تزوجوا عايشين مع اهلهم او مع اصحابهم، او يعني بتعرفي حتى بالجامعه قد في ستريس، دجا اولادك هلا اثنيناتهم بالجامعه، يعني دجا بس نقطع اخر سنوات مدرسه بتبلش ستريس بحياتنا. اوقات بنكون محاطين باشخاص بكبروا لنا المشكله اكثر. صح، المشكله يعني بنكون نحن عم نشكي همنا. بتعرفي هول اشخاص كثير دواه عندهم موهبه، يعني بصيروا شو بيقولوا بيكبوا الزيت على النار، يعني مزبوط. بتصيري انت اكثر تعصبي لانه خاصه وقتها بتكوني عم تخبري خبريه لشخص معين بيقول لك انه طب انت كيف تعملي هيك، ولو كيف ما فكرتي، وانت دجا عم بتبلشي باحساس بالذنب بلوم للنفس، عم بتلومي نفسك بدل ما تسمعي حدا عم بيقول لك بوم بتنحل خلينا نحكي، بيزيدوا من الموضوع. هيدا الشيء بيكون كثير سيء عند عند كل الناس، يعني بده يكون نحن بدنا نمرن حالنا خاصه بايامنا لانه الناس كلها صارت ما بعرف كيف ردت فعلها، طب استعمل كلمه غلط على الهواء. فاذا صرت بحاجه انه تمرني حالك انه تضخي هالانرجي الايجابيه للي حواليك. هلا خلينا نحكي اول شيء غدا شو بيصير على الصعيد الفيزيولوجي لما نحن بيكون عندنا حاله غضب معينه. نحن بنعرف انه بدماغنا المركز المشاعر اللي هي قلق خوف الى اخره، مركز المشاعر هي الاميجدال او الاميجدالا، هون بيكون مركز المشاعر مثل ما رح نشوف هلا على الشاشة. فإذا وقتا منكون نحنا بحالة غضب ومنكون نحنا كتير معصبين يلي رح يصير إنه هالأميجدال رح تبعت إشارات ستريس، إشارات توتر، إشارات سلبية للإيبوتالاميوس اللي هي الغدة النخامية، رح تنبعت هيدي مؤشرات السلبية خلينا نسميها ومؤشرات ستريس. وهون مثل ما رح نشوف عند هالمسيو هلا شو عم بيصير معه بين مزدوجين، يعني رح يشرقط الدماغ بأي معنى مثل ما بنستعملها بحياتنا وبصبحياتنا، بمعنى انه وقتها رح ينبعت هالمؤشرات السلبية للإيبوتالاميوس او للغدة النخامية، بحد ذاتها الغدة النخامية رح تضخ أدرينالين، والأدرينالين هو هرمون ستريس مثل ما بنعرف. وهون وقتها بيصير في أدرينالين ومنصير في أدرينالين أكيد بجسمنا لأنه رح تضخ أدرينالين لشيء اللي بنسميه سيستم نيرفو أوتونوم، الجهاز العصبي. فإذا شو بيصير هون، نحن بيصير عندنا مثل رياكسيون دو ألارم بجسمنا، يعني ردة فعل ألارم منبه، هي بتنبهنا إنه شو بعمل، أو بهرب من هالظرف اللي انا فيه لانه انا كثير ستريسي وانا كثير موتر والى اخره، انا بهرب من هالظرف، او انا بجابه وبحارب. وقتها بهرب بكون عم بتجنب، بكون عم بتعلم التجنب وعم علم حالة التجنب. وهول الاشخاص الافويدرز يلي هن بيتجنبوا ويلي بيتعلموا هيك بيكونوا مبسوطين، بيعيشوا هيك بزيح عن الشغل 100% انه انا ما عندي مشكله بهرب من هالشغله. بينما عندك الجروب من الاشخاص الثانيين يلي هن انه انا بحارب، انا بجابه. وقتها بحارب فاذا انا صرت عندي هالاحتمال انه انا صير غضبان ومعصب اكثر،
فاذا انا بدي ينطلب مني انه سيطر على غضبي اكثر. فاذا مش كلنا بنعطي ردة الفعل فيزيولوجيا بنفس الطريقه اكيد. هلا لكل الاشخاص يلي بيلاقوا حالهم بيعصبوا كثير، بيصرخوا، بعيطوا، بيفقدوا اعصابهم كثير، اوقات ما ضروري بس نصرخ ونعيط ونبكي، اوقات التعصيب بيكون منترجبه من خلال الانزواء، يعني بننزوي ما بنقعد نحكي مع حدا، بيصير اي شخص بده يقول لنا كلمه بسيطه ما بنتحملها لهيدي الكلمه، بقى كمان هيدا بتكون حاله غضب. صح. انا اول نصيحه بعطيها لهول الاشخاص غاده انه نحن اول شيء نفتش انه هل نحن عم نخبي مشاعر ثانيه نحن عم نحس فيها بالغضب. يعني كتير بيمروا أشخاص تلتقي فيهم بيكونوا مثلاً ضهرين من علاقة عاطفية، عندهم حزن كتير شديد، عبالهم يبكوا، عبالهم يعبروا بطريقة معينة، بتصادف أمهات وأباء عندهم anxiety، عندهم قلق على أولادهم، over protection، هن حاملين القلق وعتلانين هم أولادهم كل الوقت والدمعة بتضل بعينهم إذا بدك. أوقات نحنا ما بنعرف نترجم عن هالمشاعر مثل ما هي ونخبرها مثل ما هي لهالمشاعر ونطيلعها وما نتحكم فيها. الغضب هو اللي بيطغي منترجم بتعصيب، هون وقتها منقول فشيت خلقي، كنت كتير زعلانة وفشيت خلقي عصبت على إكس مثلا، لأنه نحنا منكون أصلا عنا مشاعر غير الغضب بس ما تعايشنا مع هالمشاعر فشينا خلقنا بهالطريقة. فإذا أول شيء نعرف مشاعرنا ونعبر عن مشاعرنا، وخاصة الرجال بشكل خاص لأنه النساء هين البكاء عندهم، سهل يبكوا، الرجال شوية صعب البكاء عندهم. أنا أوقات كتير بس يكون في رجل عياديا قاعد مقابلي ويبكي بيقول لي إنه طب أنا ليه عم ببكي؟ طب أنا ليه توترت؟ هلا هيدي مش لأنه صعب، لأنه حطوا لهم براسهم إنه ممنوع أنتوا تبكوا. مزبوط. يعني الإنسان إنسان بده يبكي بجميع الأحوال، بس قد ايه بينعمل ايه عيب غسل الدماغ انه لا ما بتبكوا، لا ما بتبكوا، لا عيب انت رجال الى اخره، مع انه كثير غلط بعتقد. يعني واحد بده يعبر بده يعبر، ما في اي مشكله. مزبوط. يعني بالوقت يلي الاشخاص كلهم اللي يمكن بيعبروا بالبكاء باوقات معينه بيرتاحوا بهذا الشيء، يعني انه البكاء بحد ذاته هو كمان بيريح. فاذا اول شيء نتعرف على مشاعرنا غادة. ثاني شيء وهون نصيحه كثير مهمه انه نحن اذا بنقدر نعمل نوع من اللائحه بالاشياء اللي عم بتعصبنا شو هي، نعرف شو عم بيعصبنا لحتى نكتشف هل انا دائما عم بغضب وعم عصب على اشياء بتستاهل. يمكن بهاللائحه يكون موجود السواقه، رح نكتشف انه رح نكون حطينا بهاللائحه الاشياء اللي منا مهمه ومنا اساس بحياتنا مع الاشياء المهمه. يعني رح نكتشف انه حطينا بنفس اللائحه السواقه بس اتخانق انا ومرتي، بس اولادي يجيبوا علامات واطيه، بس حدا يسخن بالعيله، وفجاه رح نكتشف انه طب معقوله انت تكون السواقه عم تعمل عندك نفس ردة الفعل مثل كأنه ابنك أو بنتك مرضوا، عم بتكون معصب، ما عم بحكي عن الزعل، عن شعور الزعل، عم بحكي عن شعور الغضب. أنت منرفز بنفس الليفل بنفس المستوى، طب في شيء مش مضبوط هون، لأنه كل سبب عنده مكانة معينة بحياتك وكل سبب يعالج بطريقة معينة. فإذا هيدي الليستة للشيء اللي بنسميه باللغة الفرنسية الاستيمولي، يعني المحفزات للغضب، كمان جدا مهمة نتعرف نحن شو يلي عم بعصبنا ونعرف نحن نتحكم فيهم ونعرف ننظم حياتنا على أساس كل عامل نحن عم بيساهم بإدخال الغضب على حياتنا. أعطينا أول حلقتنا وأول موضوعنا إكزامبل السواقة اللي هو بالفعل إكزامبل مظبوط، إنه إذا نحن عنا وقت نتحكم بوقتنا قدي رح نعيش بسلام أكتر. أكيد. إذا تركنا مثلا تلت ساعة حرة لو وصلنا بكير على المكان اللي رايحين عليه، لا. بس هيدي التلت ساعة كفيلة إنه نرتاح، ما بصير توصل بكير أبداً. ما ببين إنه أنت مضغوطة وعندك كتير شغل وأنت لا، يعني في مونتاليتي بدها كمان بدها تتغير كلها. مزبوط. انه انا اذا وصلت قبل بوقت او وصلت على الوقت ما بقى هيدي موجوده بتقاليدنا بعاداتنا، مع انه يلي بيوصل على الوقت بيكون هو شخص عم بيحترم الناس، عم بيحترم حاله، عم بيحترم الموعد، عم بيحترم كل شيء. اكيد اكيد. وهي بنعطيها لاولادنا اوقات. يعني خلص الولد كمان بيصير او معود يحضر حاله قبل بوقت وبدي اوصل على الموعد او بدي اوصل على المدرسه، او مثلا الولد بيصير انه سافا بعد في وقت، وبتصير خاصه بنعاني مع المراهقين منا، يعني اللي هن بيشوفونا نحن كيف بنعمل بيعملوا مثلنا اكيد. هلا في اشياء كمان بحياتنا غاده نحن بنزيدها على حالنا باخطاء ادراكيه وفكريه وبمحطات كلام نحن اذا بنغوص فيها بنشوف انه ما معنا حق فيها، مثل مثلا كلمات نحن بنستخدمها تنعمم
دائما، والتعميم بحد ذاته رح نشرح كيف هلا هو كمان بيزيد من حالات الغضب. بس نكون انا وياك اصدقاء وانت مثلا تغلط مره بحقي، لما انا بقول لك انه ما انت دائما بتعملي هيك، ما انت كان مفروض عليك ومجبوره تتصرفي بهالطريقه، يعني كانه انا عم اقول لك انه انا منتظره منك هيك وانت قاعده براسي، وتخيلي انا شو منتظره وانت مفروض تعملي مثل ما انا منتظره. نفس الشيء. عرفتي كيف؟ هول كلهم كمان هن محفزات للغضب، لانه دائما حتى بنرجع بنعطي اكزامبل الخلافات الزوجيه، لما بيصير شيء شغله اوقات حتى لو تكررت مرتين وثلاثه بس بتكون منا محط بحياتنا، مش انه عم تتكرر، بس كمان بين الازواج الزوجات والازواج ما انت دائما بتعمل هيك، ما انت هيدي الشغلة اصلا صرت معود عليها، ما انت دايما بتتصرفي بهالطريقة، هيدا كمان اكتر بشعل الغضب بين الازواج، لانه هيدا الشيء بخلينا انه انا صير بموقع دفاع، وليه عم تحكيني بهالطريقة، لا انا اول مرة بعمل هالشيء تجاهك، او بصير عند الطرف الثاني فيها النظرة اللي هو شو ما عملت زوجي او زوجتي ما رح تفهمني، انا شو ما عملت ما رح تفهمني لانه انا هي دايما بتتصرف هيك. كمان نرجع لافكارنا انه نحن قد ايه عم نعمم بحياتنا، قد ايه عم نكبر المشكلة اوقات، قد ايه المشكلة هي فينا صغيرها وعبر عنها بمجرد اني اعبر عن حاجتي للطرف الثاني، اكيد بتكون شغلة كثير مهمة. هلا في سبب اخير اذا عندنا وقت فشخل شوي انا فيه. فيها تفشخل امان. ضروري تفشخل. ضروري تفشخل اذا ما عدتي باليوم. ليك شف حسين عم بفش عنا كل شيء. بالنار. لا بالفعل غادة ما بعرف اذا بتوافقيني انه بفتكر بمجتمعنا اليوم صار كثير صعب نتحكم بغضبنا كمان، لانه اغلب الناس او جزء كثير كبير من الناس اذا ما بدي اظلم صاروا ما عندهم التهذيب. صرت عايشة بمجتمع بلا تهذيب بكل بساطة، يعني وين ما بتكوني بتصادفي أشخاص ممكن يغلطوا بحقك على الطريق، بالسواقة، بالمكتبات، هلأ بتعرفي موسم مدارس، وين ما بتكوني بدون أي استثناء، ولما بتجي بيطلع صوتك أو بيكون عندك ردة فعل أنه كيف بتعمل هيك أو كيف تتصرفي هيك أو إلى آخره، بجربوا يسكتوك أوف خلص. عرفت كيف؟ بكل شيء وخاصة على الطريق، هيدي خاصة على الطريق، يعني تكوني ماشية بدق واحد بسيارتك مثلا، موبيلات تنقول بدق بسيارتك بسيطة، إذا حطيت إيدك على الزمور يلي هي أكتر يمكن ردة فعل مهذبة، ما قلت شيء ولا فتحت الشباك، بيمشي وبيعمل لك بإيده إنه سكتي، إنه بسيطة 100%. فإذا بفتكر إنه نحن هلا صارت أكثر مهمتنا صعبة أو أنه نتحكم بغضبنا وأنه نعلم أولادنا يتحكم بغضبهم، لأنه صرنا بمجتمعنا عم نشوف الغلط وعم نقول كل الناس هيك معلش، كل الناس بتعصب معلش إذا عصبت، كل الناس بتسب معلش إذا سبيت، كل الناس ما بتنطر بالدور تتدفع حق الغرض اللي شريته، سافا يلا بقفة ما بنطر بالدور. هيدا شغلة كتير غلط أنه نكون عم نشوف كل الناس شو عم يعملوا وعم نلحق هيدا الترند، لأنه هيدا الترند لو كترت مش يعني هي صح، لا أكيد مش يعني هي صح، وإذا صار المجتمع كله هيك فإذا كل المجتمع رح يصير منزوع. فإذا نحن بدنا كمان يضل عنا الايدنتيتي أو الهوية تبعنا، وهي شغلة كتير مهمة أنه أنا هيك بعمل، ولو أنا يمكن جزء كبير من الناس أو من أصدقائي لقوني أنه أنا معقد أو مش عم بسط الأشياء أو حامل السلم بالعرض مثل ما منقول، بس هي هويتي أنا هيك بتصرف تا أنا أرتاح، وننقلها لأولادنا كمان لأنه هيدا الصح، لأنه هيدا الصح وما بقى يشوفوه وين الصح، لأنه صار عم بيقل. مزبوط. هيدا الناس عم تتعود على الأمور التانية، وكل شيء بالنتيجة يعني بالمجتمعات هي عادي وحادث شو الأكترية إلى آخره، وبتروح الأمور الثانية منك، يعني مثل ما تتعود أنك تاكلي غلط أو أنك تمشي غلط أو إلى آخره، واحد بيسحب يعني ما بقعد ينتبه على حاله. بس هون أكيد يعني عم نحكي عن شيء أساسي، وقت مجتمع بيفقد عادات تقاليد معينة، تهذيب إلى آخره، احترام، عم نفقد المجتمع. مزبوط. ان شاء الله يكون نهاركم حلو. اكيد بلا تعصيب، كل شخص عم يحضرنا يهتم بحاله، يعملوا سبور، يعملوا الاشياء اللي بحبوها، هيك بنخفف كمان تيروقوا من التعصيب. رح نشوفك الاسبوع الجاي كيف ان الله راد. خليكم معنا مشاهدينا، بريك ونرجع لكم.
بدي أذكركم مشاهدينا أنه لقائنا اليوم بعالم الصباح بيستمر لغاية الساعة 12:30. من بعدها دايما نحن بنقول أنه فيكم تكفوا نهاركم معلش بكل النشاطات لأنه ببلش الويك أند والتحضيرات للويك أند. إنما من هلأ لوقتها عم نتابع سوا فقراتنا. محطتنا التالية هي مع هادية على الموضة ورح نشوف سوا ديفيلي عن بالانسياغا. صباح الخير لكل مشاهدينا واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. اكيد عم تلاحظوا اسابيع الموضه لتقديم ربيع صيف 2018 ابتدت وصار تقريبا بالمدل، خاصه خلصت اسبوع الموضه بنيويورك. شفنا النسبة كبيرة من المصممين اللي بيقدموا بنيويورك فاشن ويك التصاميم والمجموعات تبعيتهم، بالإضافة رجعنا انتقلنا على لندن فاشن ويك لنشوف الموديلات لربيع صيف 2018. ورجعنا هلأ ابتدينا بأسبوع الموضة بميلان وين أهم دول الأزياء عم بيقدموا مجموعاتهم. بس بحب بخبر أنه حسب ما هلأ عم نشوف بالتقديم المجموعات الكبيرة والصغيرة كل اللي بيشاركوا بأسبوع الموضة بأسابيع الموضة الأساسية بعالم الموضة ربيع صيف 2018 سيكون فرح كتير وفي نظرة جديدة متوجهة بالمستقبل، خاصة من نحو الموضة والإنسبريشن كيف المصممين شافوها. بس الشغلة الأكيدة بعالم الموضة عم نشوفها هي الفرح وين ما كان. هلا في كتير مصممين عم بيختاروا عدة فترات من عالم الموضة، لكن الطاغي لخريف شتاء 2017-2018 هي فترة الثمانينات والتسعينات. هلا السنة الماضية كان الطاغي أكثر السبعينات، بس لكن عن بعض المصممين بنلاحظ إنه السبعينات كمان كتير طاغي، خاصة باستعمال الألوان باستعمال البرنت. أصلا كمان فترة السبعينات انتقلت غير إنه على اللباس تبعنا، يا أما الستايل اللبس اللي بنلبسه كمان انتقل على المفروشات، لأنه هيدي الأيام الفاشن والديزاين كتير متعلقين ببعضهم لأقصى درجة. يعني كل شيء بحياتنا منشوفه منلبسه بينعكس علينا، كمان اللايف ستايل تبعيتنا كمان عم تنعكس. هيدا الشيء عالم الموضة صار له فترة عم بيشتغل عليه، والشغلة الأساسية 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 بعالم الموضة كل ست منا وحتى كل رجل اللي عم بيحضرنا كمان هو أهم شيء هالفترة بعالم الموضة وهالسنة بالتحديد، ابتداء من هالسنة وطالع كل شيء بيرتكز على البيرسونال ستايل. صحيح في عناوين ما بتخلص ابدا بالاسواق، بس لكن اهم شيء عالم الموضه بده كل حدا منا يعبر عن الستايل تبعه على طريقته الخاصه فيه. هلا اكيد في نوعا ما مثل خطوط عريضه بدنا نتبعها كل موسم حتى نحس حالنا عايشين بالزمن اللي احنا عايشينه، بس لكن اهم شيء الواحد يعرف حاله، يعرف شو بحب، شو الستايل اللي بينجذب عليه. وحلو كمان من بعد من وقت لوقت وكل موسم يمكن نختار لحالنا ستايل جديد، بس اكيد مش ستايل مختلف كليا عن الستايل اللي عم نختاره، بس لكن بنفس المود ولحتى بالاخر نعطي ايدنتيتي يا اما هويه لكل حدا منا. يعني لما الواحد يتطلع مثلا على غادة فور اكزامبل لازم نعرف انه عندها ستايل معروف، يمكن هوية معينة باللباس تبعها. هلا فيها شوي شوي تبلش يمكن تطور يا اما تفوت اكثر مثلا بالاشياء السرعات. مثلا اوكي غادة من الاشخاص اللي نعطي اكزامبل، مثلا من الاشخاص اللي بحبوا الستايل الكلاسيكي، الكلاسيكي مع تويست شوية مودرن. ما فيني اتخيل مثلا غادة لابسة شيء فانكي وسرعة. هلا يمكن فيني اشوفها يمكن لابسه تي شيرت مكتوب عليها سلوجن مميز، يا اما اسواره مشنشله مع فرنشز وهيك، بس ما بحسها. يمكن مثلا بالصف اذا لبست شيء كثير صار بتحس الثياب عم بيقولوا لها بليز اشلحيني بليز اشلحيني، انت مش لاقي مش لاقي. سو ذس از واي لما الواحد بده يغير الستايل تبعه بده يفوت بالاجواء هو يلي بحبها يلي بتركب على شخصيته مع التويست يلي دارجه مع الفتره يا اما الحقبه اللي احنا بدنا اياها. هيدا اهم شيء لخريف شتاء 2017-2018 لازم نركز عليها. اما هلا
اكيد كلكم ناطرين شو في عنا لليوم. اليوم بعد مكفيين سوا بالعروض الانترناشنال ماركت الانترناشنال، بس لكن كثير قريبا رح نبلش نكتشف سوا مثل العاده مثل ما عودناكم بفقره على الموضه بمصممينا اللبنانيين اللي عم بحوزوا على نجاحات كثير كبيره، وحتى كمان اكتشاف مصممين جديد عندهم نظره جديده بعالم الموضه وعم بيركبوا كمان الهويه تبعيتهم حتى يفوتوا اكثر واكثر بعالم الموضه. رح نشوف سوا اليوم ماركة عندها سكسي كتير كبير بعالم الموضة وبتنعد من إحدى الايكونز بعالم الموضة وهي ماركة بالانسياغا. بالانسياغا لحد اليوم بعده اسم عريق بعالم الموضة، الستيل تبعه مميز بالستيل المينيماليست مع التويست المميزة ليخلي السيدات وكمان الرجال اللي بحبوا يكونوا مختلفين بلوك مختلف ومميز. هل موسم منحس عند بالانسياغا مع المصمم فيجاريلو منحس فات بالاجواء اللي هي طاغيه فتره الثمانينات، بس لكن فتره الثمانينات بطريقه مختلفه ومميزه وفرحه لاقصى درجه بالالوان الكثيره كمان. ننتقل سوري ننتقل ونشوف سوا مجموعه بالانسياغا اكيد لخريف شتاء 2017-2018.
جايزان المجموعة اللي عم نشوفها هي مجموعة بالانسياغا لخريف شتاء 2017-2018، ومثل ما قلت لكم مجموعة فرحة بالألوان. الفترة المستوحية فيها هي فترة الثمانينات، الفترة الثمانينات كمان المبالغ فيها بكل شيء من الفوليوم للأكتاف اللي عم نلاحظها على المجموعة. بالإضافة لوجود البرنت كمان هذه المجموعة. إذن هيدي كانت مجموعة بالانسياغا لخريف شتاء 2017-2018، مثل ما لاحظنا مجموعة مميزة بالألوان الفرحة لأقصى درجة، وبنفس الوقت المبالغة فيها بس بطريقة نظيفة، خاصة الخطوط العريضة تبع المينيماليست تيك ستايل موجود لأقصى درجة. وهلا بنوصل لنهاية فقط على الموضة لليوم استثنائيا بهيدا الوقت، بس لكن بالعادة الساعة 10:15 بشوفكم أكيد نهار الثلاثة بنفس الوقت. بننتقل لعند غادة لتخبرنا أكثر شو في عنا بعالم الصباح. يعطيك ألف عافية هادية، خليك معنا، هيك تأخرتي وبقيتي معنا اليوم للآخر. رح بعد شوي ننتقل ونشوف شيف حسين لأنه عم بحضر أطباق كتير طيبة وشهية، بلشت الروايح تطلع على السمكة بالفرن، ننتقل لعنده مع ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن السمكة صارت بالفرن، عنا المرأة قدامنا بعد ما حرقنا البصل، حطينا عظام السمك، حطيت كمان ورق غار، حب هيل، عود قرفة، هالمرأة كلها سوا عم تغلي مع بعض. عندي بطنجة تانية، في عندي من الزيت النباتي أو فيني حط من الزيت الزيتون، وهون نحن عم نضيف المغربية. مثل ما خبرتكم هاي المغربية مهبلة، يعني ما سلقتها، دغري جبتها طازة وعم بليها. طبعا المغربية اللي هي من منتجات تونس فود. لكن مشاهدينا حطينا المغربية، انا وياكم ضفنا المغربية، بدنا نحركها او نقليها. لكن فينا نحط معها كمان من الحمص، ما عندي اي مشكلة اذا ضفت لها كمان حمص مسلوق. هاي المغربية على النار، شو رح نعمل هون؟ رح اجي انا وياكم نضيف لها المرقة اللي نحنا، طبعا المرقة اللي هي البصل المحروق، وايضا بدنا نضيف كمان البهارات. لكن في عندي البهارات بدنا نضيفها للمغربيه، وبضل في عنا الصلصه. الصلصه باخر فقره رح نحضرها، مثل حيلا نوع من انواع الصلصات بنحضرها، البصل، الزبده مع الطحين. طيب لكن انا رح ضيف البهارات، رح حط، بدنا نحط اول شيء قرفه، بدي اجي حط كمون. لكن عندي قرفة، عندي كمان كمون، عندي كراوية، كمان منحط كراوية، وأيضا بدنا نحط ملح. لكن مثل ما شفتوا هاي هي البهارات، لكن هيدي رشة ملح كمان. وأيضا بدنا نجيب الماء أو المرقة اللي جاهزة عنا، بدنا نضيفها المرقة
فوق المغربية، لكن مثل ما عم نشوف نحن لون هالمرأة أخذناه نحن من لون البصل، البصل اللي قليناه. عندنا الوصفة الثانية مشاهدينا، في عندي الجبنة، لكن مكعبات الجبنة المقلية. أنا الجبنة نقعها بالحليب، كمان خلينا نشوفها أنا وياكم. هيدي الجبنة نقعينا بالحليب، وبعد ما شيلها من الحليب رحلتها بالطحين والبيض والكعك، بس الطحين رحت معه كمان فلفل أبيض، وأيضا البيض رحت معه رشة ملح وخل. الكعك عندي كعك مطحون، رح جهز هالطبق أنا، لكن عندي من جبنة تشادر البيضة، فيني جيبها كمان صفرة ما عندي أي مشكلة، أو نفس الشيء فيني جيب جبنة الموتزاريلا قطعها مربعات أو قطعها أصابع وأنقعها بالحليب. لكن أنا مشاهدينا رح بلش بوصفة مكعبات الجبنة، رحلتهم بالطحين وبالبيض وبالكعك، وحضرهم لآخر فكرة. هون ضفنا المرقة مثل ما عم نشوف قدي حطيت مي، طبعا لأن هيدي المغربية مهبلة ضفت لألون هالمي هاللون الحلو. لكن أنا رح أرجع أخبركم بآخر فكرة عن وصفاتنا بالتفصيل. أما هلأ بالعودة للغادة. لك شف حسين، نحن وياك وكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا كمان رح ناخد بريك صغير، انما رح نرجع من بعدها نتابع فقراتنا. متابعة فقراتنا مثل ما وعدناكم رح نحكي فيها اليوم عن موضوع الاغتراب. بيسرنا انه نستضيف معنا بالاستوديو الاستاذ نعوم ابي راشد. صباح الخير، رئيس جمعية تجمع الاغتراب اللبناني من وراء البحار، وايضا رئيس جمعية المتخرجين من جامعة اليسوعية بفرنسا واوروبا، صحيح؟ صحيح. اهلا وسهلا فيك. نحن موضوع الاغتراب اللبناني بهالفترة كثير عم نحكي عنه وعم نشدد على المغتربين، بدنا اياهم يساعدوا لبنان وبدنا اياهم يرجعوا على لبنان، فشو قصتنا مع المغتربين؟ حسب كيف بدك اياهم. بدنا كثير منهم اشياء للمغتربين اكيد. يعني هو كلمة مغترب الكلمة كبيرة كثير، يعني في عندك مغترب هلا راح ب 1160، بعدين راحوا بالمجاعة 1915، بعدين 1950، وعندك هاللي تركوا من الحرب الأهلية لهلا. هذا أنا بعتبره لبناني، في منه مواطن بلبنان أو مواطن دول عربية، عرفتي كيف؟ بس بعده لبناني. هدول غير شيء، هدول عم بيساعدوا أهالي أهليون، يعني كتر خيرهم أكيد، عم بيجينا هال 6 مليار كل سنة منهم هن. المغترب برات لبنان هاللي صار راح من زمان، عنده على طول بقلبه حب الوطن وحب الضيعة أكثر شيء، بس في بخافوا يرجع، يعني في طلع اشاعات كثير انه خايفين اذا اجى لهون بغلوا له الاسعار، يا ما اذا اجى لهون بده يعمل انفستمنت بيطلع انفستمنت بيخسر مصرياته، في كثير شغلات مثل هيدي. نحن عندنا كنز، نحن اللبنانيه عندنا كنز مش عم نعرف نستعمله، الكنز هو الاغتراب. وهلا مثل ما قلتي حضرتك من سنتين لهلا كل العالم عم تحكي بالاغتراب، يعني صار في هجوم عليهم، يعني اخر مشروع هلا اليوم بدهم اغتراب يجي لهون ويفوتوا معه شركاء ويفوتوا، بس هاللي راح معه 100 دولار وعمل مصاري، انا تركت لبنان بال 75 معي 1000 دولار، ما حيكب مصرياته على الشمال واليمين، يعني ذكي ذكي، بده يلاقي الناس تعرف تحكي معه وتوجهه بعيد عن مجال السياسه، بعيد عن مجال الدوله، يعني بده يكون هذا اللي عم تعملوه بالجمعيه. هلا نحن بالجمعيه عم نشتغل برا، وهاللي صار 3 اشهر هون، انا ساكن بين باريس وبين لبنان، عم نعمل مشروع كثير حلو بلبنان مشان اهالي لبنان، مشان اهالينا هون واولادنا اهم شيء مستقبلهم. بنحكي عنا بدي شهرين تاخلص البلاتفورم كلها سوا، عم نعمل شغل كثير حلو. هلا نحن كجمعيه الدياسبورا بفرنسا، هلا اكثر شيء كنا عم نحكي نحن مين لبنان، ايدنتيتي، شو الثقافه تبعنا نحن، تضل محبه بالبلد تليك بالقلب. بس اليوم هلا طلعت درجه اقوى، هلا نحن الشهر الجاي الله راد بدنا نطلو الشبكه المهنيه، يعني بروفيشنال نتورك، كثير مهمه انه على اساس اذا بدك حكيم تاخذ حكيم اصله لبناني، انا بدي المصاري تبرم، الطريقه الوحيده تجمع اللبناني تكون في افاده للكل. أكيد. اذا بدك مهندس تاخذ اصله لبناني، بدك شوفر تاكسي اصله لبناني، بهمني تبرم الخبريه. هلا بدنا نطلقها ب 19 اكتوبر
عم تنشغل بفرنسا عم تشتغل ببلدان اوروبيه بلشت بفرنسا بعدين اوروبا بعدين بتشيلسي بنشوف كيف هلا هي معنى انه هو ويب سايت قوي كبير مقسوم ثلاث شقفات اول شقفه الدايركتور يعني الانيوير يعني كل واحد بدك تفتشي عليهم بتلاقيهم دكتور ثاني شغله هلي بهمني اكثر انا هن الطلاب وفرص العمل يعني كمان بيقدر نحن نساعده كيف بيعمل السي في تبعه كيف بيعمل الكتابه وبحط السي في تبعه على اونلاين عندنا نحن وهلي عنده مجال شغل كمان بحطه اونلاين بيشتغلوا مع بعضه يعني نحن عم نعطيهم بلاش اكيد بنيفولا نحن عم نعطيهم مجال يتصلوا بعضه هلا الشقه الثالثه كمان مهمه كثير هي هلي كل العالم تحكي فيها هلا ستارت اب شو يعني عندك فكره حلوه كتير انت هلا اكثر شيء بالانفورماتيك ديجيتال بس عندي فكره حلوه انا معي مصاري وي ميك ا كومباني توجذر وبنشغل فيها هلا نحن بدنا نبلش اوروبا وجايين على لبنان نفس الشيء يعني هلا بدي اتشكر البنك المركزي كمان عم بيساعد كتير بلبنان ستار اب كنت مجتمع معه عم بيجتمع مع الكل كثير عم بيساعده مجبورين نساعد بحيث هلا عم بيطلع هلا اذا مصمم ازياء المعتر عمره هلا 24-25 سنه وقبضاي وعنده كذا طيب ما حدا عم يساعده يعني وي هاف تو تراي يعني لازم نلاقي طريقه عم يخبطوا لحالهم عم يخبطوا لحالهم هلا ب 23 نوفمبر الله راد عاملين لقاء قوي كثير بفرنسا كمان الاكسبانشن يعني الانتشار اللبناني بالعالم وشو شغلتهم المغتربين علاقتهم مع لبنان يعني نحن اذا بدنا نعمر لبنان أوكي. ديموقراطيك ما لنا غيره خلينا نحكي صراحه هن تعلموا برا وجايين لهون بدهم يساعدوا لازم نتصل فيهم بطريقه احترام يعني يكون في احترام وشغل مع بعضنا هيدي نتصل فيهم بطريقه يعني في تلطيش شيء حدا انا ما بحكي عن حدا لا حدا عم بيجرب يتصل او مش عم تزبط ما بحكي عن حدا انا ما بحكي عن هلا في كثير اكيد بتعرفي اكثر مني غدا انت كل يوم على التلفزيون في كثير بيطلعوا بان جي اوز هلا تيطلعوا مصاري في كثير بيطلعوا ان جي او تيعملوا خطابات في كثير بيطلعوا بالان جي اوز تيطلعوا بالصور هذا لبنان يعني ما في مشكله هذا الدايفرسيتي تبعيتنا وفي ناس بيشتغلوا على الارض اوكي هلا بفتكر انه بعد صار لي 7 سنين عم بشغل بالجمعيه المغترب بهمه يكون بيرتاح اكثر اذا كان حدا من المجتمع المدني اما اذا كان حدا من البرايفت سيكتور يعني عرفتي كيف واتصلت بكل المجموعات هدول كلهم حاضرين هيدا من هنيك لهون هلا عم نعمل نحن هون هلا معي بكلمتين اللي نحن نعمل هون بهم لبنان اكثر حتكون بلاتفورم كمان بلبنان اول شيء ندبر شغل للبناني اللي هم بحس بده مساعده ونساعد كل اللبنانيه اللي عنده مصانع اللي عنده اللي بيعمل ازاز اللي بيعمل صحون اللي بيعمل جويلري بدك تساعده لبرا تيكون عنده يقدر يبيع برا يعني تيكون عنده انكم يعني هذا مشروع في كثير اشخاص هلا ذكرت في كثير عم بيعملوا الى اخره يمكن مزبوطين مش مزبوطين بس في فكره انه دائما هالتبادل يكون موجود وصار لنا سنين عم نحكي نعم. فيه مع مين عم بتنسقوا على الأرض؟ عم بتنسقوا مع جهات رسمية؟ عم بتنسقوا مع المغتربين هن بحد ذاتهم؟ مع يعني مع جهات مدنية لحالها؟ كيف عم بيصير التنسيق؟ بلبنان ما برا مع المغتربين هون بلبنان بلبنان مع الجهات المدنية فقط مع الجهات المدنية وفي بلا ليش عندك طبع الصناعيين عم نحكي معهم عندك رؤساء الأعمال هون عم نحكي مع الكل يعني عملت رجعنا وحكيت مع البنك المركزي وحكيت عم بنحكي مع الكل كلهم عم بحكي على مستوى وزارات مهتمة معنية بهذا الموضوع وزراء ما عم بتفوتوا هلا لا بكير كتير بعد وخلي الوزارات يهتموا بالسياسة بحيث عندهم حرام عندهم شغل كتير هلا خليهم يهتموا بالقضايا مشان البلد والسيكوريتي بالبلد خلينا نحن نهتم نساعد الاغتراب هلا عم بيصير في عندك الوزير الخارجية كتير قبضاي نشيط كتير صح. وعمل 3 مهرجانات وهلا يحو بلاس فيغاس وهيدا بس خطابات يعني كتر خيره هلا عم بيعملوا كتير منيح بس ما لقيت أنا شخصيا فيناليزيشن بالشغل عرفت كيف إنه بنحكي مع بعضنا أوكي بنشوف مسد الجي هلا أنا تشيل لي هاي الكلمة نحن على ما فينا نشيل شيء نحن على بس فعلا يعني بين أحسن الوزراء اللي إجا مشان وزارة الخارجية وعم يشغل كتير منيح هلا في بفتكر انه بيرتاح اكثر المغترب يشتغل مع واحد مثله هو مش واحد يكون بالاداره العامه بكون مرتاح اكثر بنفهم مع بعضنا نحن بالمنصه اللي عم نعملها هلا شو بده المغترب تيرجع يعني شو الفكره اللي حاططها براسه انه انا اذا بدي ارجع اذا بدي استثمر شو بدكم تامنوا لي غير ما انه تامنوا لي استقرار و بده الاستقرار اكيد أوكي. بس بده يكون بده يرجع يكون عنده التذكره
اللبنانيه هاي بدنا نامل له اياها، بده يكون له حق يصوت، بده يكون له حق ينزل على الانتخابات، بده يكون له حق يكون موجود بشغل. بعدين بنرجع على الانفستمنت. هلا بالانفستمنت في كثير مجالات بيقدر هو يعمل انفستمنت بلبنان ويربح مصاري، بحيث هلا حتى بالريل استيت نزل اسعار 40%، دونك هي كان دو ات بيقدر يعملها. بس اليوم بده حدا ينصحه، ينصحوا مزبوط، مش ينصحوا يدفع لي 40% كوميسيون. يعني بدك تنصحي بالطريقه المزبوطه، يعني يكون عنده ثقه. نحن بالمنصه في محامي، في قضاه، في اصحاب مصانع، في كنا هلا عم نخلقها. انتبهي مش اللي عندك ديسمبر بنحكي عنها بكون خلصت، نجي بنحكيها بديسمبر. مهم كثير انه اليوم بده يكون عنده التر ايج، بده يكون عنده حدا مع مين يقدر يفتح قلبه. يا اخي انا بدي، انا بالمشروع تبعنا كجمعيه انا بدي اياهم الاغنياء يجوا يشتروا البيوت القديمه هاللي ارميد موجوده بجبل يما ببيروت، رجعوا يرموه. انا هيك عملت بوادي شحرون، كتر خير الله عندي بيت قديم كثير 170 سنه كثير حلو ومبسوط بحالي، قعدت 5 سنين بس كثير مبسوط، بحيث طلع شيء جيد جدا، هذا تراثنا. بدي اياهم كمان يهتموا بهيك شغلات. يعني في عندك شغلات يعملوا مصاري صناعة يما تجارة، وفي شغلات كمان كرمال هالبلد نقدر، معروفين نحن بالتربية، معروفين نحن بالإدوكيشن، معروفين نحن لبنان. خلي يرجع لبنان كيف كان قبل، يعني نرجع لبنان، نرجع بيروت كيف كانت بيروت. كان بيروت هي عاصمة الثقافة بالدول العربية، وين صرنا هلا؟ عرفت كيف؟ معليش هلا مرقنا بحروب، مرقنا بمشاكل، الواحد بيطول باله، بس صار وقت انه نطلع من كل هالامور، ما بدنا نضلنا سميتها يعني... انا هلا حان وقت التغيير، حان وقت نشتغل، يعني انه المجتمع المدني انت وانا وكل الشباب نشمر على زنودنا، بلش نشتغل، نفرجي انه نحن قادرين نشتغل، نحن كلنا اذكياء، كل واحد ادمي، كل واحد منيح، نقدر نشتغل، نقدر نكمل، نهتم باولادنا واولاد اولادنا. هذا المشروع فإذا بمقسوم بين يعني عم تحضير له بلبنان والتحضير له هنيك كمان، هنيك انطلقنا بفرنسا بأوروبا. هل في يعني هل عندكم الحرية الكاملة تشتغلوا بفرنسا؟ أي أكيد، ما في أي قيود على أنه يصير في مثل يعني نحن لوبينج اذا بدك، يعني انه ما بتشغل الا لبناني، تعال لبناني. اذا انا ما استعملت الكلمه، استعملتيها انت، انا يعني انه بدي اوصفها بطريقه معينه، بس هي بالنتيجه انا سميتها ان جروب فرانكو ليباني بالفرنسي. يعني هلا هو كلمه لوبي الممنوع عالميا تستعمليها، بس تحت الطاوله اكيد بدي اعمل لوبين. هيدي هي كيف بدك. ليش عنا 10 بقولوا 10 12 14 ما بعرف. انا وقت بلشت اهتم بالجمعيه بلشت افكر، بلشت اقرب على لبنان، ما كنت انا قعدت 30 سنه ما اجي على لبنان، هلا ما بعرف شو صار لي، هلا صرت مواطن لطيف. بلاش تفكر، طب اذا عنا 10 مليون يا ما 6 ما قد ما يكونوا لبنانيه برا، ليش ما عنا احترام عالمي؟ ليش ما عنا قوه عالميه مثل جيراننا، مثل الارمن، مثل كل ماينوريتي برا؟ عرفت كيف؟ قالوا لي انه اللبناني انديفيدياليست، يعني دائما هو لحاله، حتى اثنين لبنانيين بيعرفوها مع بعضهم. ما الله يراد، نحن لانه وقتنا خلص مع الاسف، يعني حابين نرجع نبركي نستضيفك وعدتنا لحتى ناخذ تفاصيل اكثر ونكون انطلق المشروع. اهلا وسهلا فيك ديسمبر. اهلا وسهلا، مهم ننجح كلنا سوا، ايد بالايد. الله يراد، اهلا وسهلا. خليكم معنا مشاهدينا، رح ناخذ كمان مره بريك ونرجع نتابع. نحن وياكم مشاهدينا عم نترافق بآخر نص ساعة تقريبا أو أقل شوي حتى بعالم الصباح، وهالوقت كله هلأ رح بيكون مخصص لشيف حسين مع رشيد ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وإما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون مستقبل. اليوم في عنا 3 وصفات بس ما فيهن اليوم وصفة حلو، ثلاثتهم مالح، لكن مشاهدينا في عندي الجبنة، مكعبات الجبنة المقلية اللي صارت جاهزة عندي، عندي وصفة تانية المغربية أو صيادية المغربية، صيادية المغربية وصفة كتير طيبة، وصفة سهلة، بلشنا فيها أنا وياكم من بداية عالم الصباح، وأيضا في عنا سلطة الحلوم المشوي، هول وصفاتنا. طيب أنا هون وصلت لمرحلة بدي بلش بتقلية البصل، ولكن عم نحضر نحن بعدنا بصيادية المغربية، كمان رح نشوف المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشة. المغربية صارت جاهزة عنا بالطنجرة، بس ما فينا نفتح الغطاء لأن المغربية عم تتبخر، ولكن أنا بدي حضر الصلصة، الصلصة لصيادية المغربية. السمكة جاهزة، فينا نشوف السمكة، طبعا شويناها، حطينا تحتها بصل لحتى ما تلزق عنا بكعب الصينية. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة.
طيب عندي بصل كويزيت مع زيت الزيتون على النار. رح جيب انا كسرولة صغيرة، بدنا نحضر الصلصة. لكن الصلصة رح نحضرها كمان انا وياكم مثل ما خبرتكم، بدنا زبدة وبدنا طحين لنحضر هالصلصة. لكن منحط كسرولة على النار، الزبدة جاهز عندي، بجيب الزبدة. لكن برجع بخبر كل المشاهدين، جبنا اول شيء بصل جوانح، حطيت انا مع البصل جوانح حطيت من الحب الهيل، الورق الغار، وعود القرفة، قليتهم مع بعض، قليت البصل جوانح كتير منيح لحتى احترق البصل عندي. بعد ما احترق البصل عندي غمرت انا الطنجرة بالماي، جبت عظام السمك اللي هن حسك السمك مع راس السمكة، غلو مع الميات مع البصلات لناخد نحنا نكهة السمك من العظام السمك. لكن غلو عنا المي مع البصل مع الحب الهيل، ورق الغار، وعود القرفة، حصلنا على مرقة كتير طيبة ولونها غامق. من شو صار غامق لونها؟ من البصل طبعا، البصل المحروق المقلى المحروق. صار عندي المرقة جاهزة على جنب، خلينا نشوفها للمرقة أنا وياكم. بعد في عندي شوي تركتهم أنا لحضر فيهم الصلصة، لكن هيدي لون المرقة مثل ما عم نشوفها عنا. طيب جبت أنا طنجرة، حطيت بالطنجرة، لكن مشاهدينا حطينا بالطنجرة كمان مواد دهنية، زبدة أو زيت زيتون أو زيت نباتي، وجبت المغربية اللي هي طبعا مغربية تونس فود. هيدي هي المغربية قدامنا، لكن المغربية هيدي مغربية مهبلة، في عنا بالأسواق اللبنانية أو عن تونس فود نوعين من المغربية، في مغربية مهبلة وفي مغربية يابسة. نحن اليوم استعملنا المهبلة، دغري فتحنا الكيس وحطيناها فوق المواد الدهنية. إذا يابسة بدي أسلق أنا المغربية كيف بسلق المعكرونة أو العجائن الغذائية، نفس الخبرية، بحط زيت نباتي، بحط رشة ملح، وأيضا بسلق فيها المغربية. لكن حطينا المغربية، ضفناها فوق المواد الدهنية، قليناها شوي وضفنا لها البهارات، قرفة، كراوية، كمون، رشة ملح، وضفنا المرقة، مرقة السمك اللي نحن محضرينها لونها غامق اللي فيها البصل المحروق، ضفتها فوق المغربية وأيضا تركتها لحتى تنبت المغربية. صارت جاهزة عندي المغربية. أيضا عم نحضر الصلصة، الصلصة هي عبارة عن زبدة، رح نضيف كمان نحن للزبدة، بدي ضيف لألون طحين، لكن عندي زبدة ورح ضيف طحين كمان، منضيف طحين، لكن عنا زبدة وعنا طحين، منقليهم مع بعض لحتى ياخدوا شوية لون. بعد ما ياخدوا شوية لون بدنا نضيف البهارات، هي زيتها اللي حطيناها للمغربية. هون البصلات صاروا جاهزين عنا، أخدوا لون، منطفي النار على البصلات، بدي أرجع ضيفهم فوق الصلصة بعد ما نسكب لها المرقة. طيب لكن بضل في عنا الحلوم المشوي أو سلطة الحلوم المشوي، وصفة كتير سهلة، سلطة الحلوم المشوي. بهالوقت أنا لحتى يستوي الطحين رح جيب سياخ خشب، رح حط بالسياخ الخشب الحلوم، طبعا الحلوم بدي شكهم بالسياخ وارجع اشويهن مع البندورة الكرزية. لكن عندي قالب حلوم، هيدا قالب الحلوم، منقطعه منغير الكفوف. اوكي لكن نحنا كمان مشاهدينا رح نشوف قدامنا المقادير لمكعبات الجبنة المقلاية. نحن وعم نشوف المقادير خلينا نشوف صحن مكعبات الجبنة المقلاية اللي سكبته أنا، صار جاهز عنا لحتى كمان نكسب وقت. لكن مقادير قدامنا على الشاشة، وهيدا هو الصحن المكعبات الجبنة المقلاية. أنا حاطط بكعب هيدا الصحن دبس الرمان وبندورة كرزية. الجبنة كيف حضرناها؟ الجبنة حضرناها بطريقة كتير سهلة، جبنة تشادر بيضة اليوم أنا جيبها، فيني جيبها كمان الصفرة، ما عندي أي مشكلة، أو فيني استعين بجبنة الموتزاريلا، مش غلط، قطعتها مكعبات ونقعتها بالحليب السائل. بعد ما نقعتها بالحليب السائل
خلطت أنا الطحين مع البهار الأبيض، خلطت البيض مع الخل ورشة ملح صغيرة، حطيت أنا المكعبات لتيتهم بالطحين، رجعت لتيتهم بالبيض، رجعت لتيتهم بالكعك، حميت زيتاتي كتير منيح وقليتهم. بعد ما قليتهم لكان مشاهدينا سكبتهم. هون عنا الصلصة أخذت لون، أخذ لون الطحين، تقلى كتير منيح، حصلنا على رو أسمر. لكان الرو الأسمر جاهز عندي، بجيب أنا بدي بلش استعين بالبهارات لنضيف البهارات لوصفتنا اللي هن قرفة، كمان منحط رشة قرفة، منحط كمان رشة كراوية و... أوكي. لكن ومناخد كمان مشاهديننا رشة كمون. طيب أنا حطيت البهارات هيك للطحين وللصلصة، بدي صفي، بدي ضيف لقلة من المرقة، لكن كمان المرقة بدي ضيف لقلة مرقة. عندي المرقة قدامي، بصفي المرقة فوق الزبدة وأيضا مشاهديننا فوق الطحين. طيب لكن ضفناهن، نخلطهم مع بعض لنحصل على صلصة لزجة وأيضا صلصة متماسكة. هيدي الصلصة بتكون صارت جاهزة عنا ل... أوكي، هاي الصلصة جاهزة عنا للمغربية بالسمك. عنا الصلصة على النار، عندي طنجرة المغربية جاهزة وهيدي السمكة. أما أنا وياكم خلينا نبلش بالحلوم. الحلوم رح قطعها كمان مشاهدينا مكعبات بهالشكل مثل ما عم نشوف قدامنا على الشاشة، لكن بقطعها مكعبات وبرجع بدي شكها بالسياخ، مع سياخ الخشب مع البندورة الكرزية. لكن كمان عم نشوف نحنا المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشة. أوكي، لكن منجيب مكعب من الحلوم، بحط بندورة كرزية، كمان بحط مكعب تاني من جبنة الحلوم، وأيضا بحط بندورة كرزية بهالشكل. أوكي، لكن هيدي جبنة الحلوم المشوية. بتاني فقرة أو بعد البريك رح نحطهم على النار ونشويهم، طبعا رح نحضر معهم صلصة. لكن مشاهدينا بضل في عنا الصلصة لسلطة الحلوم المشوية، وبضل في عنا كمان مشاهدينا بدنا نشويهم، طبعا رح نشويهم أنا وياكم بعد شوي، رح نحطهم بالطواية ونشويهم بالطواية. لكن مشاهدينا خلينا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا. عنا ثلاث وصفات مبدئيا، واليوم ركض 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 الشيف حسين لحتى نقدر نخلصهم قبل الساعة 12:30. رح ننتقل بآخر محطة مع ورشة ملح. هاي هذا أهم شيء، إنه السمكة صارت حاضرة، السمكة جاهزة. أوكي. وهون حطينا القلاية الطواية، الطواية كمان عم نحميها. لشو عم نحميها؟ لبلش نحضرها طبعا للحلوم. للحلوم لكن انا رح كفي كمان مع الحلوم، وبدنا نشوي الحلوم بهالطواية. الصلصة على النار، ضفنا لها بصل، كمان البصلات صاروا مع الصلصة. برجع اتذكر المشاهدين حطيت زبدة مع الطحين، وايضا مشاهدينا ضفنا لهم من الكراوية، الكمون، القرفة، ومرقة السمك اللي كنا نحن حضرناها من بداية علم الصباح. هلا طبعا نحن غادة اذا عم نحضر صيادية، طبعا الصيادية نفس الطريقة، بس منحط محل الرز، منحط محل الرز، محل المغربية، منحط رز امريكاني. واذا عم نحضر مغربية منشيل السمك، منحط الدجاج، بس كمان يلا هاي المغربية. واو، لكن سكبون ايه صح، لكن مثل ما عم نشوف المغربية قدامنا بالطنجرة، هاي اول مرة، وهاي المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشة. مثل ما عم نشوف كمان مقادير كتير سهلة وهاللون الحلو للمغربي. طيب هون شو هون؟
بلشت ال اوكي هيدا الحلوم المشوي هيك كمان بنحطهم بهالشكل هيك الحلوم المشوي كمان بنكون نحن بلشنا نخلص الحلوم المشوي انا سكبت مغربيه رح اسكب مغربيه بهيدا الصحن الصغير وطبعا في عنا صحن تاني كمان رح نسكب فيه مغربيه لكن سكبت المغربيه هون ورح جيب اسكب شو بدك تعمل بس اسكب صحن من المغربيه بدك تشيل السمكه يعني تفقيها منفقيها كلها واو ما منفقيها ليش ما منفقيها بدنا نفقيها اهلين اوكي هاي المغربيه رح اسكبها بهالشكل مثل ما عم نشوف قدامنا لكن كمان مشاهدينا رح نشوف مكعبات الجبنة المقلية رح تمرق المقادير قدامنا على الشاشة طبعا جبت من جبنة الموتزاريلا او جبنة التشادر مننقعها بالحليب بعد ما ننقعها بالحليب منلتها بالطحين الطحين نحنا بنخلط معه الفلفل الابيض او البهار الابيض والبيض نخلط معه الخل مع رشة ملح صغيرة وايضا نرجع منلتهم بالكعك ومنحمي الزيتات كتير منيح منقليهم بالزيت الحامي سكبتهم انا بهالشكل مع دبس الرمان وايضا زينتهم بالبندورة الكرزية ومثل ما عم نشوف حتطلع فليفلة وايضا حاطت على الراس من فوق فريز طيب هون بدي اقلب الجبنة جبنة الحلوم بدنا نقلبها دغري بياخدوا لون ايه دغري بياخدوا لون اوكي هون خلينا نشوف شو صار في عنا هات لنشوف السمكة شو صار فيها هيدي السمكة كمان منفقيها بهالشكل ونحطهم وين على وجه صحن المغربية فيني أقدم معها كمان من السنوبر ما عندي أي مشكلة إذا قدمت معها سنوبر أكيد ما في مشكلة إذا قدمت معها سنوبر طيب منيح هيك بتصير أطيب مع سنوبر صح وهون كمان هون خليني أحط أنا كمان هون أوكي شكرا لو لاقي أنا شو فيك تعمل هلأ شايفة عن جد لايكي هون شو عم نعمل عم نخرب الدنيا بهالشكل هيدا يلا خلينا نزيح سمكتنا على جنب اوكي ونكفي السكب اوكي لكن هيدا الصحن انا حضرت صحنين من المغربيه وهيدي خليني افرجيك بس حطها على جنب صوص الصوص بنحطها فوقها ليش على جنب هاي البصل اوكي كمان بنحط بنصلصها هون نطرتنا كمان واو لحتى نصلصها وما بيخلى الامر بلا ما نحط طبعا حبة بصل اكيد أوكي. لكن هيدي وصفة المغربية هيدا طبق المغربية صار جاهز عندي بهالشكل برجع بقول لك كل المشاهدين فيكم تحطوا حمص عندنا طبق عندنا اثنين بنغير كفوفنا من السمك وبنجي بنحضر الصلصه اللي رح نحضرها بطريقه كثير سريعه صلصه السلطه في عندنا صحن السلطه كمان رح نسكبه وينه يلا هيدا الصحن عندنا هون رح نحط بكعب هيدا الصحن ركا مكان صار عندنا وصفه هيدي الوصفه بعدها فاضيه اثنين هون وصفه تونس فود شو عملنا فيها للوصفة؟ يلا هون شو حاطت تحت طبقات؟ حاطت باذنجان وبندورة ودبس الرمان لكن هون شو رح حط؟ ركة هول الركة بحطهم بهالشكل طبعا بعد ما نكون مغسلين نحن الركة أكيد لأن بتحتوي على كمية عالية من الرمل أكيد بدي جيب حط معها رمان أوكي في معنا فريز كمان بالآخر اوكي هيدا الرمان رح جيب حط انا بهيدا الوعاء لكن شو رح نحط شو رح نحط بحط زعتر زعتر مناقيش بس كترنا زعتر مناقيش اوكي لكن بنحط زعتر بنحط نعنع يابس بنحط زيت زيتون اوكي بنحط عصير حامض وايضا بنحط غادة عندي خردة هاي الجبنة بنطفي عليها لان صارت جاهزة بضيف خردل لها هالقد ضفنا خردل
هلا اذا بدنا فينا نحركهم. اوكي اكين عم بحركهم بهالشكل. صلصة كتير طيبة هيدي الصلصة. اوكي لكن هون نحن ضفنا لها نعنع وضفنا لها زعتر، يعني هي زيتها ليمون ماسترد بس زيادة عليها نعنع والزعتر. والزعتر. طيب هلا رح اجي اخذ كمان ترونشات من او شرائح الفلايفلي. ما كثير فلايفلي. ما رح كثير. رح احط شرائح الفلايفلي. اوكي. لزقوا. لانه انا ما اهتميت فيهم. هيك صارت؟ شو بدي زعلوا مني. زعلوا مني. بس دغري بتطلع. صح دغري طلعت. اوكي. واو. طيب بنحطهم بهالشكل. و ومنكب فوقهم. منكب فوقهم. كب. هالصلصة. اوكي. لكن غادة كم صاروا وصفة؟ ثلاثة. ثلاثة بجننوا بس كلهم بجننوا. طيب. روعة. بس بدي ارجع عيد للمشاهدين. بدنا نعيد هاي. الجبنة مكعبات الجبنة انا جبت من جبنة تشيدر او فيكم تجيبوا من جبنة الموتزاريلا. أوكي. تنقعوها بالحليب تحضروا الطحين، الطحين تخلطوه مع الفلفل الابيض وايضا بتحضروا بيض كمان البيض بنخلطه مع خل الابيض نخلطهم مشاهدينا مع بعض منشيل من الحليب منحط بالطحين منشيل من الطحين منحط بالبيض ومنشيل من البيض منحط بالكعك ومنشيل من الكعك منحط بالزيت الحامي منقليهم وبيصيروا عندنا بهالشكل كمان وصفه وصفه كثير طيبه وتعتبر كمان شكل اول. بعد عندنا وقت ما بعتقد عندنا وقت بعد ما بفتكر نص دقيقة معك لكن شيء. نص دقيقة انا بهالنص دقيقة بدي ودع كل المشاهدين بدي اقول لهم وصفاتنا لليوم ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم الف صحتين جمعة مباركة للجميع ونهاية اسبوع ممتعة. يعطيك الف عافية شيف حسين. انا كمان بدوري مثل العادة بدي ودع المشاهدين اتمنى لهم بقية نهار كثير حلو ان شاء الله وبقية ويك اند كمان تحضيرات للويك اند ونشوفكم بكرة الساعة 10.